تبدأ الحكاية مع تسوبوسا في مدينة طوكيو وهو يداعب الكرة في سن 2 من عمره أمام أنظار والديه. وبالمناسبة والد تسوبوسا هو قبطان في البحرية وكان على وشك الذهاب، إلا أنه لاحظ اختفاء ابنه الذي طارت منه الكرة وذهبت إلى الشارع الرئيسي. وبينما تسوبوسا يتبعها فإذا بحافلة قادمة بسرعة جنونية تتجه نحوه وأبوه يشاهد الأمر ولم يستطع أن يحرك ساكنا. والمفاجأة أن الكرة التي كان يحملها تسوبوسا أنقذت حياته واصطدمت بالشاحنة وقذفته بعيدا دون أن يمسه أي سوء، فكانت هي منقذته. وبعد مرور 10 سنوات كبرت سوبوسا وصار يداعب الكرة طوال اليوم وأصبحت جزءا مهما من حياته. يا أخي، هذا الفتى ذكرني بأحد أعظم لاعبي العالم، رونالدو الظاهرة وليو ميسي وكريستيانو رونالدو. تحية كروية المحبين هؤلاء النجوم. انتقلت والدة سوبوسا إلى مدينة جديدة وبدأ الفتى الصغير في استكشاف أرجاء المدينة وهو يجري بالكرة ويداعبها المجنون وفي أي مكان دون أن يترك الكرة تفلت منه. وطبعا والده لم يكن متواجدا معهم بسبب عمله في البحرية وغيابه الطويل. ثم مر على مدرسته الجديدة ناناكاتسو، وهي مدرسة لكرة القدم حيث سيدرس ويزاول رياضته المفضلة فيها، وهي أشهر مدرسة لكرة القدم في اليابان. وبينما هو يتجول رفقة الكرة فإذا به يصادف ملعب كرة القدم ويلاقي فريقين مختلفين يتناقشان حول أحقية كل فريق منهما الملعب. ثم يقترح الحارس الذي اسمه وكاباشي، الذي نطلق عليه نحن العرب اسم وليد، الذي يتحدى الفريق الآخر بأن يسجل عليه فقط هدف واحد وسينسحب ويترك لهم الملعب، وليس شرطا أن تسدد عليه كرة بل أي شيء تريده. وبالفعل بدأوا يسددون عليه كل أنواع الكرات، كرة السلة وكرة اليد والبيسبول وحتى التنس، ولكنهم فشلوا في التسجيل عليه حتى أن أحدهم سدد له ربحا حديديا فصده الحارس. ما هذه الموهبة العظيمة؟ انصدم الجميع من قوة هذا الحارس وفريق وكاباشي هو من أخذ الملعب. تسوبوسا كان يشاهد ما حدث وانبهر مما رآه، أول مرة يرى فيها حارس بهذه المهارة والموهبة. ثم يسأل أحدهم عن بيت هذا الحارس وأين يسكن لكي يتحداه. الولد انصدم وقال له أنت عبيط أم مجنون أم ماذا، لن تستطيع هزيمة وكاباشي. تسوبوسا يقول له لا عليك أترك هذا الأمر لي. ثم تعرفا على بعضهما البعض، والولد كان اسمه ريو. ثم اصطحبه إلى أعلى التلة ليريه بيت وكاباشي ويعطيه بعض المعلومات عنه. حصوله على البطولة الوطنية دون أن يدخل مرماه هدف واحد، أخذ تسوبوسا قلما وكتب في الكرة أنه يتحداه. الضحك ريو من هذا الموقف وقال له من المستحيل أن ترسل الكرة من هذا التل إلى بيت وكاباشي. استجمع تسوبوسا قوته وركل الكرة بعيدا فوصلت إلى بيت وكاباشي، وكان هناك شخص واقف بجانب البيت وانصدم مما رآه. وبالفعل وصلت الكرة إلى أحضان الحارس الذي تفاجأ بوصول الكرة إليه من التل، ورأى رسالة تسوبوسا الذي يتحداه، فيعرف أن هذا الشخص الذي طلب تحديه هو مجرد طفل من خلال خطه على الكرة فيقبل التحدي. وبينما هو في الطريق يقابل تسوبوسا الذي كان فرحا بهذا التحدي، وهنا زادت صدمة وكاباشي الذي أدرك أن صاحب الكرة مجرد طفل مثله واستطاع أن يركل الكرة من أعلى التل إلى بيته. يتضايق من الأمر ويستحيل أن يكون هو من فعلها. ثم أخذ الكرة وصوبها بسرعة جنونية نحو تسوبوسا الذي استطاع تغيير مسارها وإعادة قذفها نحو الحارس ومن تحت الحافلة التي مرت وسطهم، فصدها وكاباشي. فعلا هذا الطفل عظيم ذو موهبة فذة. تحت صدمة الجميع وافق على التحدي بشرط أن يهزم فريقه بالكامل، وعلامات الغرور بادية على وجهه. ولكن هناك مشكلة صغيرة، أن تسوبوسا ليس لديه حذاء خاص بكرة القدم، هو يرتدي حذاء عاديا. ثم قام وكاباشي وجاءه بحذاء أحد زملائه لكي لا يكون له عذر بعد الخسارة. وها قد بدأ التحدي، وبكثرة جنون تسوبوسا بالكرة صار يتحدث معها حتى ظنوا أنه مجنون، وسرعان ما تجاوزهم في رمشة عين ومر من أمامهم كلمح البصر. وكل المتفرجين وقفوا مذهولين من موهبته العظيمة، فاجتمع كل لاعبي الخصم عليه ليوقفوه، لكن لا فائدة من ذلك. تسوبوسا طار من فوقهم وتجاوزهم وسدد الكرة برأسية قوية نحو الحارس الذي صدها بأعجوبة وبصعوبة وضربت في العارضة لتذهب بعيدا، لكنها لم تخرج من الملعب. ثم دخل الرجل يجري لتذكر والد وكاباشي أن هذا الشخص هو لاعب منتخب البرازيل الذي يدعى روبرتو، فمرر الكرة عاليا وقفز اللاعب والحارس في نفس الوقت، لكن تسوبوسا كان الأسرع واستطاع أن يسجل الهدف. واصطدم رأس الحارس مع العارضة ونزف منه الدم، لكنه لم يكن غاضبا من ذلك
بل غاضما من الخسارة التي تلقاها من تسوبوسا، وأخبره أن الأمر لم ينتهي بعد، والتحدي الحقيقي هو في بطولة المدارس. ثم سمح وكباشي لريو التدرب في الملعب حتى بداية البطولة. وبطولة المدارس هي عبارة عن منافسة بين كل منطقة والمدرسة التي فيها، يواجه مدرسة أخرى الفائز يواجه الرابح الآخر، وهكذا حتى يتبقى فريق واحد فائز. ويعرض عليهم روبرتو اللاعب البرازيلي السابق بأن يكون مدربهم ليجهزهم للبطولة، لكن ريو لم يكن واثقا فيه، لكن روبرتو أثبت له ذلك بحركة بهلوانية تسمى ضربة المقص، قطع بها شباك المرمى. انبهر به ريو ووافق على الفور أن يكون مدربا لهم، وأراد تسوبوسو أن يقلده لكنه فشل مرارا وتكرارا إلى غاية حلول الليل. وبالفعل هنا استطاع تسوبوسو إتقان الحركة بكل براعة. وقف روبرتو مذهولا من ذلك، كيف يعقل أن طفلا صغيرا شاهد الحركة مرة واحدة ثم أتقنها في نفس اليوم؟ ثم لقبه بالفتى المعجزة الذي سيكون له مستقبل كبير، وسمح له أن يكون مدربه. ثم يذهب تسوبوسا إلى المدرسة ليتعرف على أعضاء فريقه، فيمدحه ريو أمام الزملاء لأنه سجل على أفضل حارس هو وكباشي. فيتحمس هؤلاء الحمقى ويبدأون التدريب ليساعدوا تسوبوسا ولا يشكلون عائقا أمامه. وبينهم يستريحون من التدريب يدخل عليهم فريق آخر من المدينة المجاورة، ويريدون لعب مباراة ودية ضدهم، ليخبرهم مدربهم روبرتو بأنه هو من حضر لهم هذه المفاجأة السارة. وبينما الفريقين يقومان بعملية الإحماء، كان وكباشي يركض بالقرب منهم ووقف يشاهدهم، وكان هدف المدرب من هذه المقابلة هو تقييم مستوى اللاعبين وقدراتهم. تنطلق صافرة البداية، وتكون الكرة مع فريق نيشيكاغا وقائدهم أورابي الذي بدأ يتلاعب بالفريق الخصم، لكن في لحظة معينة خطف منه تسوبوس الكرة وتوجه إلى منطقة دفاع فريقه. هل هذا الطفل مجنون؟ يريد أن يسدد الكرة من هنا إلى شباك خصمه، وبالفعل سددها بكل قوة وسط ذهول كل اللاعبين من قوة رجله، فأسكنها في الشباك وتوالت الأهداف، وكانت سوبوسا يقطع الكرة من الدفاع وينطلق نحو شباك الخصم ويسجل فيهم الهدف تلو الآخر دون رحمة ولا شفقة، وهو مستمتع لذلك. ويمرر الكرة لصديقه ريو فيضربها برأسية جامدة فتدخل الشباك، وتنتهي المباراة بفوز فريق سوبوسا. وهنا نعرف سبب تواجد روبرتو في اليابان، وهو أنه تعرض لإصابة خطيرة في عينه، وقد أتى إلى هنا لحل هذه المشكلة، والعملية التي سيقوم بها خطيرة قد تفقده بصره، وهذا ما جعله يعتزل كرة القدم ويصبح مدرب لتسوبوسا وفريقه، وجعلهم يتدربون تدريبات قاسية وقوية، وهذا ما جعلهم غير قادرين على التدرب، على عكس سوبوسا كان يتدرب دون تذمر وبكل جدية ودون أي شعور بأي تعب. روبرتو أدرك أن تسوبوسا سيكون موهبة اليابان القادمة، ولما لا يحصد كأس العالم مع منتخب بلاده. وفي نفس الوقت نشاهد وكباشي يتدرب بكل جدية جراء الهزيمة التي لحقته من تسوبوسا، وبعدها نرى تكثيف التدريبات على تسوبوسا من طرف المدرب وعلى الجميع أيضا، وفعلا بدأت تظهر ثمار التدريب على الفريق بالكامل، وتحسن مستواهم بالفعل وصاروا أقوى من الأول. وعند عودة تسوبوسا نرى طفلا جديدا منتقل حديثا سينضم للمدرسة التي فيها تسوبوسا ووكباشي، تطور بشكل رهيب وصار يتصدى لكرتين متتابعتين. وأخيرا جاء اليوم الموعود، يوم بطولة المدارس التي تقام فيها بطولة جميع الرياضات. وفي برنامج اليوم الرياضي ستقام مباريات كرة القدم في آخر اليوم، ولهذا قرر أعضاء الفرق مشاهدة المسابقات الأخرى. وكانت أول مسابقة هي الجري السريع، لكن المتسابق الذي سيشارك لم يحضر، فقرر تسوبوسا المشاركة في مكانه وأخذ يركض بالكرة، وسبق الجميع وفاز بالسباق. وتنتهي كل المسابقات بالتعادل بين المدرستين المتنافستين، وكرة القدم هي من ستحدد الفائز ببطولة المدارس. وجاء وقت المباراة الموعود، ولاحظ تسوبوسا عدم وجود وكباشي في تشكيلة الخصم، فظن ريو أنه خاف وانسحب، لكنه يظهر فجأة من المدرجات ويخاطب تسوبوسا بأنه لو سجل عليه هدف سيعتبر نفسه خاسرا في المباراة. وبعدها نشاهد الولد الجديد الذي كان ذاهبا للمدرسة، لكنه يعرف أن المدرسة مشاركة حاليا في بطولة المدارس. وعندما يصل شاهد تسوبوسا ويتذكر أنه التقى به، وهذا الولد نعرف أن اسمه ميساكي. وتبدأ صافرة البداية، ونلاحظ وجود كل اللاعبين في مراكزهم عدا تسوبوسا الذي كان واقفا في الدفاع، ونعرف أن خطة المدرب للفوز بالمباراة. يغضب وكباشي ويأمر فريقه بتدمير الخصم والفوز عليهم بنتيجة كبيرة. تبدأ المباراة فعليا، ونلاحظ سيطرة كبيرة لفريق وكباشي، وكيف أنهم متفاهمين مع بعضهم البعض حتى وصلوا إلى مرمى الخصم. فتفاجأوا بتسوبوسا يخطف الكرة
منهم ويمر من بينهم كالبرق ويمرر كرة عالية لريو، وهو كاباشي لم يفهم لماذا لا يريد تسوبوس أن يهاجم. ثم استلم ريو الكرة، سددها نحو الحارس الذي صدها بكل سهولة وبيد واحدة، فخاطب أعضاء فريقه بأن يهجموا ويسجلوا 50 هدفا لأن خصمهم ضعيف. ثم تبدأ الهجمة من الثلاثي نحو المرمى ليسدد أحد المهاجمين ركلة قوية لم يستطع الحارس أن يتصدى لها، لكن تسوبوس تدخل في آخر المطاف ومنع دخول الكرة. فريق بالكامل لم يستطع أن يسجل على شخص واحد رغم أنهم يمتلكون أقوى هجوم في البطولة. مر الشوط الأول بنتيجة سلبية للفريقين، وهذه كانت خطة المدرب أن يترك تسوبوسا في الدفاع حتى الشوط الثاني. ومع بداية الشوط الثاني واجه الفريقان صعوبة كبيرة، الكل عاجز عن التسجيل. يقطع تسوبوسا الكرة من الخصم ويرسلها إلى ريو، لكن وكاباشي يفقد أعصابه ويخرج إلى نصف الملعب ليقطع الكرة منه ويمررها لخصمه تسوبوسا. سأل له الكرة مباشرة وطلب منه أن يسجل عليه هدفا، وكان هذا هو التحدي الذي دار بينهما قبل بداية المباراة. وفعلا تذكرت تسوبوسا لحظة إرساله للكرة إلى بيت وكاباشي طالبا تحديه. نحن الآن في الوقت البدل الضائع والكرة بين رجلي تسوبوسا. يقبل التحدي ويبدأ الركض بالكرة نحو الحارس، ورغم اعتراض مدربه على هذا القرار وأراد منه الالتزام بالخطة الدفاعية، إلا أن تسوبوسا بات مصمما على التهديف تحت تشجيعات والده الذي تفاجأ تسوبوسا بحضوره، مما زاد من حماسه. ثم تخطى كل لاعبي الدفاع وبات وجها لوجه مع الحارس وكاباشي، فسدد الكرة وانطلقت نحو الشباك، إلا أن الحارس صدها وخرجت الكرة نحو الركنية. انبهرت تسوبوسا من موهبة الحارس الذي يعتمد على يده اليسرى، ورغم ذلك صد الكرة في الجهة اليمنى بكل براعة وأثناء تنفيذه للركنية. تذكر تعليمات مدربه ثم أرسل كرة عرضية منخفضة قليلا نحو ريو. خرج الحارس ليقطعها، لكن المفاجأة الكرة غيرت مسارها واتجهت نحو الشباك ولم يستطع الحارس أن يصدها، فظن الجميع أنه الهدف، إلا أن الكرة اصطدمت بالعارضة ورجعت عند أحضان الحارس. وهنا أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين. ثم توجهت تسوبوسا نحو المدرجات ليلتقي والده الذي غاب طويلا عنهم بسبب العمل. بدأ الشوط الثاني وكل فريق عازم على الفوز. ثم قطع فريق شوتيتسو الكرة لريو، هذه هجمة مرتدة. عاد فريق تسوبوسا للدفاع وتجمعوا نحو الخصم ليمنعهم من التحرك، وبالفعل قطعت الكرة وخرجت إلى رمية تماس وتنفسوا قليلا. ثم انطلق المدافع الضخم تاكاسوغي لينفذ الضربة تحت ذهول الجميع. أخذ الكرة ورجع إلى الوراء وبكل قوته أرسلها إلى صديقه إيزاوا الذي ارتقى لها، وفي نفس الوقت ارتقى تسوبوسا معه فتصادما برأسهما على الكرة التي حلقت عاليا لتذهب إلى كيسوغي الذي راوغ المدافعين وانطلق نحو المرمى ثم سددها. بوم، الهدف الأول لصالح فريق شوتيتسو. فرحوا بهذه النتيجة 1-0 وظنوا أن المباراة انتهت، لكن تسوبوسا كان له رأي آخر. حمس أصدقائه وأخبر الجميع أن المباراة لم تنتهي بعد، هذه مجرد بداية، تم تغيير الخطة. الآن تسوبوسا صار قلب هجوم والندية واضحة عليه، لا مجال للخسارة. استؤنفت المباراة وانطلقت تسوبوسا نحو مرمى الخصم، مر من الأول والثاني والثالث، هوب، لم يستطع أحد إيقافه واخترق كل دفاعاتهم. سدد الكرة بقوة كبيرة نحو الزاوية الصعبة، لكن أتظن أن الحارس سيدعها تدخل؟ لا يا صديقي، تصدى لها وكاباشي ببراعة. ثم صعدت هجمة مرتدة من أصدقائه، ثم في رمشة عين استرجعت تسوبوسا الكرة منهم وتوجه مجددا نحو الحارس واستجمع قوته وسددها مباشرة نحو الشباك. يا ترى هل فعلا هذا هدف التعادل أم أن الحارس سيصدها مجددا؟ أجل، تصدى لها الحارس مجددا رغم سرعتها الكبيرة. يبدو أن تسوبوسا نسي أن كرة القدم لعبة جماعية والأهداف لا تأتي فقط بالتسديد. ثم بدأ الفريق يمرر الكرة فيما بينهم، وبدأ أعضاء الفريق يمررون الكرة بينهم، ثم وصلت الكرة عند ريو وبحركة خادعة وصلت إلى مربع العمليات ويحاول الحارس صدها، لكن الكرة تتجاوز وتصل إلى تسوبوسا الذي يطير في السماء ويضربها برأسية جامدة تذهب
تذهب الكرة مباشرة إلى الشباك، لكن في لحظة معينة تغير اتجاهها وانحرفت عن المرمى، فرصة ضائعة أخرى كادت تأتي بالهدف. وهنا تبدأ خطة وكباشي وفريقه في تنفيذ خطة قفص الطائر التي تعتمد على الاحتفاظ بالكرة وتدويرها بين اللاعبين بدون اللجوء إلى الهجوم وتسجيل الأهداف حتى تنتهي المباراة. تنبهت سوبسا إلى الأمر وعلم أن المهمة ستكون صعبة عليهم، وفطن المدرب روبرتو إلى هذه الخطة التي تستعملها الفرق الكبرى وكيف لفريق في المدرسة الابتدائية أن يطبقها على أرضية الملعب. وهذا ما كان يسمو إليه الحارس منذ البداية لحبس الفريق الخصم داخل قفص. تعالت أصوات الجماهير وسخطهم على هذا الأسلوب واعتبروه سيئا ولا يليق بفريق كرة القدم الحديثة، وحاول ريو افتكاك الكرة منهم دون جدوى. هذه خطة محكمة، وعلم أن مجهود أعضاء فريقه سيذهب سدى. وبعدها يتفقد الحكم الساعة، اقتربت نهاية المباراة والكل في حيرة وذهول. ثم بدأ فريق تسوبسا بالصعود لمنطقة الخصم وتكسير خطتهم، وفعلا كانت قراءة ريو للكرة صحيحة واستطاع افتكاك الكرة من الخصم رغم أن قدمه تعرضت للاحتكاك مع اللاعب الآخر، إلا أنه مررها اتجاه تسوبسا وأخيرا تحرر الفريق وكسر قيود الخط المرسومة للخصم. استلم الكرة تسوبسا وانطلق كالنسر بسرعة كبيرة ومهارة عالية تجاوز كل المدافعين. إنه الأمل الأخير والكرة الأخيرة، الكل على أعصابه يترقب. سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ثم صدها الحارس بيده لتضرب في العارضة وتطير عاليا، فظن الجميع أن الحارس صدها، لكن أتظن أن تسوبسا سيتركها؟ حلق عاليا وبحركة مقصية بهلوانية أرسلها كالسهم نحو الشباك. وهنا يا صديقي تذكرت هدف كريستيانو رونالدو في مرمى بوفون، هدف التعادل. وأخيرا وبعد عناء طويل فازت سوبوسا بالرهان على الحارس وكباشي الذي لم يصدق ماذا حدث. ثم أثنى المدرب روبرتو على لاعبيه والمجهود الذي قدموه وخصوصا سوبوسا الذي أحرز الهدف، لكن الخبر السيء أن المباراة ستذهب إلى أشواط إضافية والقائد ريو أصيب في رجله إصابة مؤلمة. ثم نزل من المدرجات ذلك الفتى الجديد الذي يدعى ميساكي تارو ليخبرهم أن إصابة ريو خطيرة ولن يستطيع إكمال المباراة. وهنا كانت المعضلة، لا يوجد لاعب احتياطي يعوض ريو، لهذا أرادوا الاستعانة بالجمهور والبحث عن أحدهم ليحل مكانه. في نفس اللحظة جمع وكباشي أغراضه وتوجه خارج الملعب للمغادرة بعد خسارته للرهان، وأخبر زملائه ومدربه أن هذه المباراة كانت بمثابة تحدي بينه وبين تسوبسا، وهو حاليا خسر الرهان لهذا سيغادر الملعب وعليكم إكمال المباراة بدوني. وبينما هو يغادر وقف مدربه الشخصي أمامه وصفعه حتى طارت قبعته وسقط أرضا، فأخبره أنه إذا استسلم وغادر المباراة لن يدربه مجددا، وعليه ألا يخجل من الهزيمة وألا يستسلم ولا يضيع مجهود أصدقائه. ونعود إلى ريو وإصابته التي ستحرمه من استكمال المباراة. يقترح ميساكي تارو نفسه ليكون اللاعب الذي سيعوض خروجه ويمسك الكرة ويظهر مهارته للحاضرين. فعلا هذا الفتى موهوب، اقتنع المدرب به وأشركه في اللقاء وارتدى القميص رقم 11. ثم يقرر الكابتن وكباشي عدم الاستسلام وإكمال المباراة، وبدأت الأشواط الإضافية. 10 دقائق لكل شوط، أطلق الحكم صفارة البداية والكرة في حوزة فريق تسوبسا ويمررها للفتى الجديد ميساكي الذي يراوغ الأول والثاني. هوب، وبكوبري جميل يمر من بينهما ويمرر تسوبسا ويلعبانها بينهما بكل تفاهم ولباقة كأنهما يلعبان مع بعض منذ مدة طويلة. يسدد ميساكي نحو المرمى لكن وكباشي يتصدى ومعنويته مرتفعة. انتهى الشوط الإضافي الأول بنفس النتيجة، لكن مع بداية الشوط الإضافي الثاني بدأ الفريق الخصم بالهجوم وكادوا يسجلون هدف الفوز، إلا أن الكرة صدها الحارس واصطدمت بالعارضة، كرة ركنية سينفذها فريق شوتيتسو. فجأة صعد الحارس بسرعة وطلب الكرة من صديقه وفعلا وصلته، ثم سددها بكل قوة وحرقة. هوب، استقرت في الشباك، الهدف الثاني لفريق وكباشي. بدأ الشوط الإضافي الثاني وانطلقت معركة تسجيل هدف التعادل. توجهت تسوبسا بالكرة تحت تشجيعات الجمهور، وهنا بدأ يظهر التفاهم الكبير بين تسوبسا وميساكي. الكرة تدور بينهما ويتجاوزان لاعبي الخصم، وما إن وصل إلى منطقة الجزاء حتى وجد الحارس في انتظارهما وتصدى للكرة، ثم هجم مرتدة لفريق
فريق شوتيتسو، انفراد خطير بالحارس وتسديدة قوية نحو الشباك، لكن ميساكي يتصدى لها في آخر لحظة. تبقت دقيقتان فقط وميساكي يصعد بالكرة، يراوغ الأول والثاني والثالث، هذا الفتى موهوب، فيمرر الكرة لتسوباسا الذي يقفز عاليا حتى ظن الحارس أنه سيسددها، لكنه أرجعها برأسه إلى ميساكي الذي بدوره أوهم الحارس بالتسديد وأعاد الكرة إلى تسوباسا الذي ضربها برأسية قوية فاستقرت في الشباك. وأخيرا هدف التعادل جاء في اللحظات الأخيرة وعمت الفرحة بين اللاعبين والجمهور، إلا أن واكاباشي لم يستسغ الأمر، لكنه أخبر زملائه بتدارك الأمر والوقت لم ينتهي بعد. استكملت المباراة هجمة هنا وهجمة هناك حتى اللحظات الأخيرة، أرسل ميساكي كرة عالية نحو منطقة الجزاء يتبعها تسوباسا وكذلك الحارس الذي يريد إيقاف هذه الكرة، قفزا عاليا معا وضربت تسوباسا الكرة برأسه لكنها لم تسجل وسقطت خلف الشباك. ثم صفر الحكم نهاية المقابلة بالتعادل الإيجابي 2 لكل فريق، وهذا الأمر الغريب فقط حدث مرتين طوال 20 عاما في بطولة المدارس. تصافح تسوباسا وواكاباشي وشكرا بعضهما البعض على الأداء الذي قدماه وتوجهوا إلى الجمهور ليقدموا لهم الشكر طيلة فترة تشجيعهم لهم. وبعد مرور عدة أيام كانت تسوباسا يتدرب رفقة ميساكي في الملعب رغم المجهود البدني الكبير والعياء الحاصل جراء المباراة السابقة، حتى جاءهم ريو بخبر جديد حول البطولة القادمة، مفاده أن كل مدينة ستكون فريقها الخاص ليشارك في بطولة وطنية تتضمن مدنا أخرى. وهنا صارت احتمالية لعب تسوباسا جنبا إلى جنب مع الحارس واكاباشي ممكنة وواردة نظرا لمستواهما الجيد. وقبل ذلك يجب اجتياز اختبارات القبول. ثم هنا نعود لمنزل تسوباسا ونجد والده يجلس رفقة المدرب روبرتو الذي يحكي قصته وكيف وصل به الحال إلى هنا بعد الحادثة التي أصيب فيها، وتم منعه من مزاولة كرة القدم بسبب إصابته، صار مدمن كحول وحاول انتحار ذات مرة، ورمى نفسه في الميناء، لكن والد تسوباسا أنقذه من الغرق وأخذه إلى المستشفى ليتعالج. ثم يستمر واكاباشي هو كذلك بالتدريب المكثف ليصله طرد يحتوي على مجلة كروية والظاهر أن فيها خبرا مهما له، فتوجه مسرعا نحو الملعب الذي يتدرب فيه تسوباسا ويسأل عن المدرب روبرتو. استغرب اللاعبون من ذلك فأخبرهم بأن روبرتو قد أعلن رسميا اعتزاله اللعب بسبب عينه التي لم تشفى. انصدم الجميع من الخبر وحزنوا من ذلك، وتوجه تسوباسا مسرعا نحو المنزل ليتأكد من هذا، وبالفعل رافقه كل أصدقائه بما فيهم واكاباشي. وعند وصوله سمع بروبرتو يخبر والدي تسوباسا السماح له بأخذه معه إلى البرازيل ليصبح نجما هناك، أن هذه الدولة بلاد كرة القدم بامتياز وكل شعبها يحب هذه الرياضة. نالت الفكرة استحسان وإعجاب تسوباسا الذي لم يتردد لحظة واحدة في قبول العرض والذهاب إلى بلاد السامبا. ثم جاء يوم الاختبارات عن طريق إجراء مباريات لقياس أداء اللاعبين ومهاراتهم تحت أنظار لجنة من الحكام، وبالفعل كما كان متوقعا تم اختيار الحارس واكاباشي وتسوباسا وميساكي وكذلك ريو ثم بعض اللاعبين من فرق أخرى. وأخيرا سيلعب هؤلاء الأطفال مع بعضهم البعض بعدما كانوا بالأمس القريب خصوما. في إحدى المباريات الودية التي كانت تجمع بين فريقين للاستعداد لخوض التصفيات، ظهر ولد يدعى كوجيرو ونطلق عليه في الوطن العربي اسم بسام، يركض بسرعة ويراوغ لاعبي الخصم ويظهر عليه أنه متمرس ولاعب موهوب لم يستطيع إيقافه رغم محاولاته المتكررة، وسدد كرة صاروخية سكنت شباك الفريق الآخر الذي اعترض لاعبه على طريقة لعبه. ثم توجه كوجيرو إلى خارج الملعب ورمى شارة القيادة في وجه لاعب فريقه. ثم نعود إلى تسوباسا أو الكابتن ماجد كما نسميه الذي كان يتدرب رفقة ميساكي والمدرب روبرتو، وظهر على روبرتو التفكير الزائد حول مسألة ذهاب تسوباسا إلى البرازيل وسفر والده المتكرر إلى العمل مما سيجعل والدته تبقى وحيدة. وكان ريو يتدرب بشدة حتى ظهر عليه التعب، لكن أصدقائه حفزوه ثم نهض واستمر في التدرب. وكذلك كان واكاباشي يخوض مباراة ودية استعدادا للبطولة الوطنية وهو متحمس، لكن عندما قطع كرة للمهاجم الخصم داس عليه وأصيب واكاباشي، وبدأ ريو متحمسا لهذه البطولة ويفتخر بإنجاز فريقه، لكن قاطعه ميساكي قائلا أن هناك فرق قوية ومستواها عال كفريق كوجيكوري الذي يتدرب لاعبه في رمال الشاطئ وفريق أوساكا نانينوا طوال القامة ولا يمكن مجاراته في الكرات الهوائية، وكذلك فريق فوكوكا والعديد من الفرق الأخرى، لكن أقواهم هو فريق ميوا الذي يضم اللاعب كوجيرو الذي يقارب مستواه مستوى تسوباسا.
انصدم الأولاد من هذا وبدأ الحماس يظهر على وجه تسوباسا لمواجهته. وعند عودتهم إلى منازلهم صادفوا الحارس وكاباشي، لكن علامات الإصابة كانت بادية عليه. وفي الليل كان روبرتو يحدث تسوباسا عن الاحتراف في البرازيل ومدى صعوبة ذلك. ثم وصل اليوم الموعود الذي سيخوض فيه 30 لاعبا اختبارا حاسما ليتم اختيار 15 لاعبا فقط سيمثلون المدينة في البطولة الوطنية. وتم تحديد مجموعتين ستخوضان مباراة، ومجددا تجدد اللقاء بين تسوباسا والحارس وكاباشي. انطلقت المباراة وكان كوجيرو يشاهدها من المدرجات، لكنه صعد فوق عارضة وكاباشي وعرفه بنفسه وطلب تحديه، ثم نزل إلى الملعب وخطف الكرة من اللاعب وتوجه صوب الحارس. انصدم الجميع عندما علموا أنه اللاعب كوجيرو. أراد اللاعبون إيقافه لكن دون فائدة، شق طريقه من وسطهم بكل قوة وزاد من سرعته، ثم سدد الكرة بكل قوته حتى وكاباشي لم يستطع إيقافها واستقرت في الشباك. قوة هائلة لهذا الولد. وبينما هو يخرج من الملعب مر على ميساكي ويبدو أنهما يعرفان بعضهما البعض. أخبره كوجيرو أن لقب البطولة سيكون من نصيب فريق ميوا وركض خارج الملعب. وبينما تسوباسا وميساكي وريو يمرون من أمام مركز طبي للعظام صادفوا وكاباشي يخرج منه، فأخبرهم أنه مصاب في ساقه ولكن هذا ليس عذرا للهدف الذي تلقيته. وأخبرهم أن اللقاء بكوجيرو سيتجدد في نهائي البطولة وسنرد له الصاع صاعين. وهنا نعلم أن كوجيرو يعيش مع أمي وثلاث إخوة صغار ووالده متوفي ولا معيل لهم سوى والدته التي تعمل في أكثر من وظيفة لتوفر لهم قوة العيش. كوجيرو يذهب كل صباح لمساعدة أصحاب المحلات مقابل بعض الخضر والفواكه والسمك، وكله عزم على تغيير وضعيته البائسة، وكرة القدم هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك. ثم انطلقت التصفيات التمهيدية للبطولة الوطنية في كل أرجاء البلاد. انطلقت المباراة الثالثة التي تجمع بين فريق تسوباسا ضد فريق آخر، واستطاع تسوباسا تسجيل 3 أهداف في شوط واحد تحت تشجيع والدي له الذي سيشد الرحال إلى عمله كقبطان. انتهت المباراة ب7-0 وتأهل تسوباسا وفريقه للدور الموالي ليواجهوا في نصف نهائي البطولة فريق شيمادا دون الحارس وكاباشي الذي كان يعاني من ألم طفيف في ساقه، وأراحه المدرب حتى المباراة النهائية وسيكون أساسيا. انطلقت المباراة والكرة في حوزة فريق تسوباسا الذين تفاجأوا بركون كل لاعبي فريق شيمادا إلى الدفاع. مرر إيزاوا الكرة إلى تسوباسا الذي حاول استلامها لكنه يتفاجأ بدفاع الخصم يقطع عليه الكرة ويرسلها إلى المهاجم. هنا هجمة مرتدة لصالح فريق شيمادا وانفراد صريح بالحارس ينتج عنه الهدف الأول تحت صدمة اللاعبين. وفي الجهة المقابلة كان فريق ميوا متأخر ب3 أهداف دون مقابل في الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني دخل كوجيرو كبديل وهنا ستنقلب المباراة رأسا على عقب. وما زال فريق تسوباسا متأخر في النتيجة رغم العديد من المحاولات للتسجيل، والوقت يداهمهم ويبدو أن السماء تلبدت بالغمام مما ينذر بهطول المطر. انتهى الشوط الأول بتأخر فريق تسوباسا ب0. جمعهم المدرب وأعطاهم بعض النصائح وأن يعتمدوا على تسوباسا كثيرا وينسقوا هجماتهم معا. ونرجع إلى المباراة الأخرى حيث استطاع كوجيرو تسجيل 3 أهداف، وهذا تاكيشي يراوغ الأول والثاني ويمرر كرة عالية إلى كوجيرو الذي يستقبلها بمهارة عالية ويسددها نحو المرمى لتستقر في الشباك دون أن يحرك الحارس يديه. انتهت المباراة بفوز فريق ميوا وتأهلهم إلى المباراة النهائية بقيادة القائد كوجيرو. نعود إلى المباراة الأخرى حيث بدأت السماء تمطر، وهنا يقطع ميساكي الكرة ويمررها إلى صديقه لكن لم يستطع التحكم بها بسبب الانزلاق الحاصل جراء نزول المطر. صار الفريق يعاني ولم يستطيع تدوير الكرة فيما بينهم. انتبه مدرب الفريق إلى إحصائية مهمة حول فريق شيمادا الذي لم يستقبل أي هدف، وذلك بالأساس راجع إلى أسلوبهم الدفاعي المكثف والهجمات المرتدة التي يسجلون بها الأهداف. وعلى حين غفلة ومن هجمة مرتدة استطاع فريق شيمادا تسجيل الهدف الثاني تحت صدمة وذهول الجميع. طلب وكاباشي من المدرب اشتراكه في المباراة لكنه رفض ذلك معللا رفضه بأن الفريق يجب أن يفوز بهذه المباراة حتى ولو لم يكن هو مشاركا فيها. وبعد العديد من المحاولات المتكررة استطاعت تسوباسا إيجاد ثغرة صغيرة، قام برفع الكرة برجله وسددها من بعيد. أراد الحارس إيقافها لكنها انزلقت بفعل تبللها وكادت أن تدخل الشباك لولا تدخل مدافع فريق شيمادا. عادت الكرة مجددا إلى تسوباسا الذي قاد هجمة هو ولاعبين اثنين تبادلوا الكرة فيما بينهم على الطائر. ما وصلوا إلى منطقة جزاء الخصم فأرسل ميساكي كرة عالية نحو تسوباسا الذي طار عاليا وبحركة بهلوانية مقصية جميلة أسكن الكرة في الشباك. وأخيرا جاء الفرج وسجل الهدف الأول. تبقت 5 دقائق على نهاية المباراة. الكرة بحوزة تسوباسا يرسلها لميساكي الذي بدوره يمررها عالية إلى إيزاوا، يرسلها هو أيضا إلى تسوباسا الذي
الأحمدية طير عاليا وبرأسية قوية يسكنها في الشباك، هدف التعادل والنتيجة تشير إلى 2-2. هنا قرر فريق شمادة أن يغير طريقة لعبه من الدفاع إلى الهجوم، مقادوا هجمة ملصقة بينهم بشكل جماعي. لم يستطع تسوباسا وأصدقائه إيقافهم حتى وصلوا إلى المرمى، فسدد المهاجم كرة قوية حتى ظن الجميع أن هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، إلا أن الحارس البديل موريساكي تصدى لها وأنقذ فريقه من الخسارة. أرسل موريساكي كرة خاطفة إلى تسوباسا الذي قاد هجمة المرتدة وانفرد بالحارس فسدد الكرة وعجز عن إيقافها واستقرت في الشباك. هدف رائع في اللحظات الأخيرة. انتهت المباراة بفوز فريق تسوباسا بثلاثة أهداف لاثنين، وتأهلوا إلى المباراة النهائية ليواجهوا الخصم الصعب فريق ميوا وقائده كوجيرو. بعدما تأهل فريق نانكاتسو إلى النهائي ليقابل فريق شيميزو في المباراة النهائية التي ستحدد من سيمثل محافظة شيزوكا في البطولة الوطنية، ها نحن على أعتاب بداية المباراة تحت أشعة الشمس الحارقة. يدخل فريق نانكاتسو المباراة بخطة 4-3-3 بقيادة تسوباسا الكابتن ماجد والحارس وكباشي أوليد، بينما يدخل فريق الخصم بخطة 4-4-2، والظاهر أن الفريقين متساويين في عدد الأهداف والانتصارات، مما يعني مباراة حارقة ولا مجال للخطأ. انطلقت صافرة البداية والكرة بحوزة فريق نانكاتسو، وهذا ميساكي يتقدم بالكرة فيمررها إلى إيزاوا الذي بدوره أراد تمريرها إلى تسوباسا، لكنه تفاجأ بوجود لاعبين اثنين يحيطان بتسوباسا ويوقفان حركته. وبينما إيزاوا يفكر في مخرج لهذه المعضلة يتفاجأ بقطع كرته من لاعب فريق شيميزو. هجمة مرتدة يقودها اللاعب كاندا الذي يمرر الكرة إلى صديقه أوبايشي العملاق الذي يسددها بقوة إلى الشباك، لكن وكباشي يتصدى لها، ثم يرسل الحارس الكرة إلى تسوباسا الذي يقود هجمة مرتدة فيسدد الكرة لكنها ترتطم بالعارضة. وتحت تشجيعات الجمهور المتواصلة يحصل تسوباسا على الكرة مجددا، لكنه هذه المرة يتفاجأ بوجود ثلاثة لاعبين يحيطون به. هذه الخطة كانت فكرة الحارس الذي أمر أصدقائه بتنفيذها للحد من خطورة تسوباسا الذي يعتبر الأفضل في فريقه. انتبه تسوباسا لزميله إيزاوا الذي يركض وحيدا فأرسل له الكرة، واستقبلها إيزاوا وأرسل عرضية إلى ميساكي الذي استقبلها كذلك وسددها نحو المرمى، لكن الحارس تصدى لها ووقف خطورتها. ثم بدأت معركة وسط الميدان بين الفريقين، ونظرا لتقارب المستوى بينهم تم غلق كل المساحات والتقليل من الفرص السانحة للتسجيل. مباراة مغلوقة تكتيكيا، يسدد لاعب شيميزو نحو مرمى وكباشي لكن بدون جدوى ودون فائدة، الحارس يتصدى لكل الكرات. انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، ويبدو أن فريق شيميزو سيلجأ إلى الخطة الموالية لحسم المباراة. انطلقت صافرة الشوط الثاني والكرة بحوزة فريق شيميزو الذي بدأ لاعبه بتدوير الكرة فيما بينهم، وجاء وقت تنفيذ الخطة التي رسموها. أرسل لاعب شيميزو كرة طويلة تجاه الحارس وكباشي، ثم صعد ستة لاعبين نحوه. ارتقى الحارس فالتقط الكرة، لكنه عندما نزل للأرض تفاجأ بلاعبي الخصم وهم يضربونه، وكانت خطته من البداية إضعاف الحارس للحد من خطورته. تحصل وكباشي على ضربة خطأ، وعندما أراد تنفيذها شعر بألم كبير في رجله المصابة وسقط على الأرض تحت الذهول وصدمة المدرب واللاعبين. هجم فريق شيميزو بكل لاعبيه على منطقة جزاء نانكاتسو فخطفوا الكرة وسددها المهاجم نحو الشباك، لكن تدخل ميساكي وأبعدها، إلا أن الخطر لا يزال. قام لاعب آخر بإعادة تسديد الكرة، إنه الهدف لا محالة في ظل إصابة وكباشي وعدم قدرته على الارتقاء، لكنه استجمع كل قوته رغم الإصابة وارتقى عاليا وأمسك بالكرة. أرسلها بتمريرة طويلة إلى تسوباسا الذي استقبلها بصدره واستطاع تجاوز ثلاثة لاعبين بحركة رائعة، واتجه صوب المرمى واضعا الوعد الذي قطعه لأصدقائه صوب عينيه بأن يسجل هدف الفوز والتأهل. سددت تسوباسا كرة قوية نحو الحارس بوم واستقرت في الشباك، الهدف الأول لصالح نانكاتسو. والآن التحدي الأكبر هو المحافظة على هذا التقدم طيلة الوقت المتبقي من هذا الشوط. استرجع فريق نانكاتسو الكرة من الخصم وبدأوا بتدويرها فيما بينهم بكل هدوء وإرياحية، وعلى حين غفلة من دفاع الخصم يرسل ميساكي كرة خادعة تصل لتسوباسا الذي يسددها تسديدة أرضية تدخل الشباك. ثنائية رائعة من تسوباسا جعلت فريقه يتقدم في النتيجة، ورغم الألم الذي سببته إصابة وكباشي إلا أنه لم يستسلم وواصل المباراة وتصدى لكل هجمات الخصم. لم يتبقى سوى دقيقتان لانتهاء المباراة، هجمة خطيرة من فريق شيميزو يوقفها وكباشي ويرسل الكرة إلى تسوباسا الذي لاحظ أن هناك زاوية في شباك الخصم فارغة، يعني زاوية ميتة. سدد الكرة نحو الشباك
ولم يستطع الحارس الوصول لها. إنه الهدف الثالث لتسوباسا نجم هذه المباراة الأول بدون منازع. وعلى وقع هذا الهدف أطلق الحكم صفارة النهاية. فاز فريق نانكاتسو بثلاثة أهداف دون مقابل، ورسميا سيمثل محافظة شيزوكا في البطولة الوطنية. وبعد انتهاء المباراة سمعت تسوباسا أحد الجماهير ينادي عليه ليكتشف أنها فتاة تعرفه، والشخص الذي معها ولاعب كرة قدم ماهر وموهوب اسمه ميسوغي، وسنتعرف عليه في باقي الحلقات. وفي مباراة أخرى لتحديد المتأهل إلى البطولة الوطنية تجمع بين فريق صابور ضد فريق فورانو، ومع تبقي دقيقة واحدة على نهاية اللقاء يجتمع لاعب فريق صابور على قائد فريق فورانو ماتسوياما لافتكاك الكرة منه، لكنه استطاع الاحتفاظ بالكرة حتى صفر الحكم نهاية المقابلة، وتأهل فريق فورانو للبطولة الوطنية. وللعلم أن هذا الفريق يلعب بأحد عشر لاعبا بدون دكة احتياط، وهو الفريق الذي كان يلعب في صفوفهم ميساكي المنتقل إلى فريق نانكاتسو رفقة تسوباسا ووكاباشي. وهذا ميساكي يداعب الكرة في ضفاف النهر رفقة والده الذي يرسم لوحة فنية للجسر، ثم يخبره أنهما سينتقلان بعيد انتهاء البطولة الوطنية، والأحرى أن تخبر أصدقائك من الآن. وفي الجهة المقابلة يتلقى وكاباشي خبرا محبطا من طبيب العظام الذي يمنعه من المشاركة في البطولة الوطنية بسبب الإصابة التي تعرض لها، واعتبر الطبيب مشاركته أمرا خطيرا على مستقبله وعلى شفاء الإصابة. اعترض وكاباشي على ذلك واعتبر مشاركته مهمة ليرد الدين الذي عليه للاعب كوجيرو قائد فريق ميوا الذي سبق وشاهدنا كيف استطاع تسجيل هدف عليه. وهذا ريو يساعد والدته في عملها بتنظيف الأرضية. وهكذا قضى لاعب نانكاتسو 11 يومهم، وتسوباسا يتدرب رفقة المدرب روبرتو الذي بدأت تصرفاته غريبة نوعا ما مما أثار انتباه تسوباسا. أخبره روبرتو أنه قلق على أسرته في حال ذهابه إلى البرازيل، ويخاف أن يشتت شمل عائلته وتبقى والدته وحيدة. وبعدها وصل الحارس وكاباشي إليهما ليخبر تسوباسا أنه لن يستطيع اللعب في البطولة الوطنية بسبب إصابته الخطيرة التي تعرض لها. تفاجأت تسوباسا بهذا الخبر، لم يكن يتوقع ذلك، خصوصا أن وكاباشي قائد الفريق والحارس الأساسي، وطلب منه أن يقطع له وعدا بأن لا يخسر أي مباراة وينتقم من قائد فريق ميوا كوجيرو. وأثناء تدريبات فريق نانكاتسو ظهر على اللاعبين التأثر بغياب الحارس، وانخفض الحماس لديهم على عكس تسوباسا الذي كان يتدرب بكل جدية وحماس. بعدها جمع المدرب كل اللاعبين ليخبرهم أنه بعد ثلاثة أيام سيتوجهون إلى طوكيو لخوض غمار البطولة الوطنية، وعليه أن يختار قائدا جديدا للفريق يعوض مكان وكاباشي الذي للأسف تعرض لإصابة أبعدته عن المنافسة. الآن سيختار المدرب القائد الجديد، إنه تسوباسا مهاجم الفريق الأول، وقع عليه الاختيار لتحمل المسؤولية. عاد تسوباسا فرحا إلى بيته وأخبر والدته بأنه صار القائد الأول لفريق نانكاتسو. وبعدها غادر الفريق على وقع تشجيعات الجماهير وبدون الحارس وكاباشي، متوجهين إلى طوكيو لخوض المنافسات. وصل الفريق إلى مدينة طوكيو، وأثناء نزولهم من القطار لاحظوا لاعبين يمرران الكرة فيما بينهما فوق سكة القطار، لأن ضابط المحطة جاء إليهما وأراد توقيفهما، إلا أنهما راوغاه وهربا خارج المحطة. لنعرف بعدها أن هذان اللاعبان هما توأم واسمهما ميساو وكازاوا، وهذا يظهر لنا أن البطولة تضم لاعبين مهاريين والمستوى سيكون عاليا. وهذه البطولة تقام كل صيف بمشاركة 48 فريقا من مختلف أنحاء البلاد، يتم تقسيمهم إلى 6 فرق في كل مجموعة، يصل إلى النهائي فريقين فقط ليفوز واحد منهما باللقب. وهنا تعرف فريق نانكاتسو على باقي الفرق المشاركة في البطولة، وتعرفت تسوباسا على قائد فريق موساشي الذي يدعى ميسوكي جون. اجتمع كل منافسي تسوباسا في قاعة واحدة لإجراء القرعة. نهضت تسوباسا لاختيار المجموعة التي سيلعبون فيها، لكن كانت المفاجأة كبيرة أنهم سيواجهون فريق ميوا وقائده كوجيرو في المباراة الأولى ضمن نفس المجموعة. وعند وصول الخبر إلى وكاباشي استشاط غضبا، لأنه ما زال لا يستطيع اللعب الانتقام من كوجيرو. وها قد بدأت أطوار البطولة، فبدأت استعدادات فريق نانكاتسو للمواجهة الأولى التي ستجمعهم ضد فريق ميوا، والكل متحمس لهذه المباراة التي ستحدد بشكل كبير المتأهل للدور الموالي. ويبدو أن هذا اللقاء جذب انتباه أناس مهمين في البلد، ومنهم حتى كشاف المواهب. وقبل بداية المباراة توافدت الجماهير بكثرة إلى الملعب لمشاهدة هذه المباراة، مما سيشكل ضغطا كبيرا على اللاعبين، خصوصا وأنهم اعتادوا على عدد قليل من الجماهير. دخل فريق ميوا إلى الملعب ووجد تسوباسا ورفقه في انتظارهم. يبدو أننا سنشاهد مباراة قوية ومنافسة ساخنة بين قائدي الفريق. فريق نانكاتسو يلعب بخطة
4-3-3 دون حارسه وكباشيا المصاب. في المقابل فريق ميوا سيدخل المباراة بخطة 4-4-2 ويعطي الحكم صفارة البداية وتنطلق المباراة. الكرة بحوزة تسوباسا الذي يقود الهجمة نحو مرمى الخصم. كوجيرو يجري بسرعة لافتكاك الكرة منه فتصطدم الكرة بين اللاعبين وتطير عاليا عند إيزاوا. يبدو أنهما أصيبا جراء هذا الالتحام القوي. يمرر إيزاوا الكرة إلى ميساكي الذي يتوجه نحو المرمى لكنه يتفاجأ بتاكيشي لاعب ميوا يقطع عليه الكرة ثم يراوغ الأول والثاني فالثالث ويسعد بالكرة. مهارة عالية من هذا الفتى. أراد أن يمرر الكرة بين ساقي ميساكي لكنه لم ينجح فميساكي ليس بذلك اللاعب الذي يسهل مراوغته وبتمريرة مليمترية يرسل الكرة إلى تسوباسا الذي يبدو أنه أمام فرصة سانحة للتسجيل. لكن الأمور صارت بشكل آخر حيث غير تسوباسا اتجاهه نحو كوجيرو الذي بدا غاضبا من هذا التصرف وتوجه نحوه ليقطع عليه الكرة. لكن لسوء حظ كوجيرو أن تسوباسا لاعب ماهر وبحركة بهلوانية رفع الكرة فوقه لتجاوزه وكوجيرو بغروره الزائد وقف مصدوما من المنظر. وعلى الطائر سددت تسوباسا كرة لا تصد ولا ترد سكنة الشباك. الكل وقف مذهولا مما حدث. شيء لا يصدق. الهدف الأول في الدقيقة الثالثة. فرحة عارمة في صفوف نانكاتسو تحت تصفيقات الجمهور. كوجيرو لم يستصغ الأمر وبدا عازما على رد الهدف وعيناه يملأهما غضب كبير. استؤنفت المباراة. الكرة بحوزة فريق ميوا. قطعت الكرة وهجمة مرتدة لنانكاتسو وهنا نرى كوجيرو واقف بجانب عارضة المرمى. ما الذي سينوي فعله؟ تسديدة قوية ترتدم بالعارضة التي يقف فيها كوجيرو وترجع الكرة إلى تسوباسا الذي يتوجه إلى مرمى الخصم. عندها تحرك كوجيرو مسرعا نحو تسوباسا لافتكاك الكرة منه وانزلق نحو الكرة بقوة كبيرة وتمكن من الحصول عليها. وتسوباسا طار عاليا ليسقط على الأرض. الحكم لم يرى أنها مخالفة لأن كوجيرو تدخل على الكرة ولم يمسس تسوباسا وتوجه نحو المرمى ومن مسافة بعيدة جدا سدد كرة صاروخية نحو الحارس. ضربت الكرة وجهه ودخلت إلى الشباك. هدف التعادل لفريق ميوا. تعجب الجميع من قوة هذا الفتى وشراسة تسديدته. إنه كوجيرو يسادا من رحم المعاناة ولد ويكافح من أجل تحقيق حلمه. الذكاء في مواجهة القوة. من سيحسم النزال؟ وكان على المدرجات كشافة ينقبون عن المواهب الشابة وانحصر الاختيار بين كوجيرو أو تسوباسا. من منهما سيكون الفتى المختار والمهاجم الذي سيعتمد عليه؟ استؤنفت المباراة والكرة في حوزة ميساكي الذي يراوغ تاكيشي ويرسل الكرة إلى زميله الذي بدوره يوصل الكرة إلى تسوباسا فيقود هجمة المرتدة. أمر كوجيرو جميع اللاعبين بمحاصرة تسوباسا الذي يمتلك الكرة. زحلقات متتالية من لاعبي ميوا من خلالها أصيبت تسوباسا من الخلف وتحصل على مخالفة وبطاقة صفراء للاعب ميوا. كوجيرو خاطب تسوباسا أنه سيستعمل كل الأساليب غير القانونية ليوقفه ولو على حساب سحق عظامه. تفاجأت تسوباسا من عقلية هذا اللاعب. تم تنفيذ المخالفة وقطع كوجيرو الكرة قبل أن تصل إلى الحارس فأرسلها إلى تاكيشي وطلب منه أن يسددها. وهذا ما كان. سدد الكرة من مسافة بعيدة حتى ظن الجميع أنها لن تصل إلى المرمى لعدم شدتها. لكن المفاجأة أن حارس فريق نانكاتسو وقف متفرجا فيها ودخلت إلى الشباك. ما الذي يحدث؟ يبدو أن الحارس بعد التسديدة التي تلقاها من كوجيرو واصطدمت بوجهه صار خائفا من التصدي لباقي الكرات. النتيجة صارت 2-1 لفريق ميوا. استؤنفت المباراة وأمر كوجيرو أصدقائه بالتسديد نحو الحارس. وهذا ما كان. سدد أحدهم الكرة نحوه وبقي واقفا يشاهدها وهي قادمة إليه. إلا أن تسوباسا تدخل في آخر لحظة وأنقذ الموقف. وبينما هو يحفز الحارس بأن لا يخاف ويكمل المباراة تفاجأ الجميع من تسديدة قوية من كوجيرو نحو تسوباسا الذي طار عاليا وارتطمت يده ورجله بالعارضة. لكنه أوقف الكرة من الدخول إلى الشباك وأعاد للحارس ثقته بنفسه. تحمس الحارس موريساكي وبدأ بصد كل التسديدات التي تأتيه من الخصم ثم يرسل الكرة إلى تسوباسا الذي يشكل ثنائي رائع رفقة ميساكي واستطاع تجاوز اللاعبين. تدخل كوجيرو ليقطع الكرة عليهما لكنه فشل في ذلك وأرسلت تسوباسا كرة هوائية لميساكي الذي لم يضيع الفرصة وسددها بحركة نصف هوائية. بوم! الهدف الثاني لنانكاتسو. انتهى الشوط الأول على وقع التعادل هدفين لمثلهما. وفي غرفة تبديل الملابس أعطى كل مدرب تعليماته لفريقه لحسم اللقاء. وها قد نزل اللاعبون إلى أرضية الميدان لاستكمال مجريات الشوط الثاني ويبدو أن المباراة ستتخذ منحا آخر. لا تنسى زر اللايك يا صديقي لنستمر
في نشر باقي الأجزاء. انطلق الشوط الثاني والكرة بحوزة فريق ميوا، يقطعها ميساكي ويتوجه إلى المرمى، لكنه يتفاجأ بتدخل عنيف من كوجيرو وقطع الكرة بدون مخالفة وانطلق نحو المرمى. أراد إيزا ومنعه من المرور، لكنه يتفاجأ بكوجيرو يضربه بالكرة ويتجاوزه ثم يمررها إلى تاكيشي الذي أعادها إليه، وانفراد صريح بالحارس ينتهي بهدف ثالث لصالح ميوا. إيزاوا أكمل المباراة رغم الإصابة، وانطلق فريق نانكاتسو للبحث عن هدف التعادل. الكرة بحوزة ميساكي الذي يبحث عن تسوبسا، فوجده مراقب من لاعبين يشلون حركته، إلا أنه استطاع خداعهما وانفلت من مراقبتهما واستلم الكرة برأسية على الطائر. بوم، الهدف الثالث في شباك ميوا، 3 أهداف لكل فريق. مباراة حامية الوطيس بين الفريقين، هجمة هنا وهجمة هناك، هدف هنا وهدف هناك، حتى صارت النتيجة 5-5. بقي من الوقت 5 دقائق وتنتهي المباراة. تاكيشي يرسل كرة عالية إلى كوجيرو الذي يحلق عاليا ويضربها برأسية قوية تدخل الشباك. عاد التقدم من جديد لفريق ميوا، ما هي إلا بضع دقائق وتنتهي المباراة. إيزاوا ينطلق بالكرة مجددا وكله عزم على الفوز، لكنه يرى بأن تسوباسا محروس حراسة دقيقة من كوجيرو ويستحيل أن تصله الكرة، وفي خضم هذا التفكير تقطع الكرة منه. هجمة مرتدة لميوا يقودها تاكيشي، فيمرر الكرة إلى صديقه الذي يسدد الكرة، إلا أن الحارس يتصدى لها ويرسل الكرة مباشرة إلى ميساكي الذي بدوره يمررها إلى تسوباسا المراقب من كوجيرو، فيحلقان عاليا لأخذ الكرة، إلا أنهما يسقطان معا دون الحصول عليها. لكن رشاقة تسوباسا وخفته مكنته من النهوض سريعا والوصول إلى الكرة، واتجه صوب المرمى مسرعا، لكن كوجيرو لحقه وانزلق عليه، فتجاوزه تسوباسا وسدد الكرة بكل ما أوتي من قوة. بوم، هدف التعادل في الرمق الأخير، مباراة مجنونة. انبهر كوجيرو بطريقة لعب تسوباسا وبعزمه على تحقيق الفوز. طلب كوجيرو من تاكيشي أن يمرر له الكرة ببطء، وهذا ما فعله تاكيشي. استجمع كوجيرو كامل قوته وأرسل تسديدة صاروخية أرض جو من وسط الميدان، لم يستطع أحد إيقافها سوى العارضة. ارتدت الكرة إلى تاكيشي فسددها ودخلت المرمى، هدف قاتل في اللحظات الأخيرة قضى على أحلام فريق نانكاتسو. صفر الحكم نهاية المباراة بفوز فريق ميوا، وبدت علامات الحزن والأسى بادية على تسوباسا واللاعبين. وفي غرفة تبديل الملابس وقف المدرب أمام لاعبي وحفزهم بقوله أن البطولة لم تنتهي بعد، وأن أمامكم مباراتين، إذا فزنا فيهما سنتأهل للدور الموالي. ثم تلقى الحارس مكالمة من كاباشي الذي أثنى عليه وعلى مجهوده. وفي باقي مباريات المجموعة الأخرى، تمكن فريق هوكايدو من تحقيق الفوز بهدفين لصفر، وكذلك فريق موساشي تجاوز خصمه بخماسية بقيادة اللاعب الموهوب ميسوغي الذي سيكون خصم تسوباسا في المباراة القادمة. وبينما كوجيرو جالس بجانب الملعب، طلعت عليه امرأة وعرفته بنفسها على أنها مستكشفة للمواهب، وعرضت عليه الالتحاق بأكاديمية توهو. هذه الأكاديمية هي من أشهر المدارس التي تركز على تطوير لاعبي كرة القدم المحترفين، واقترحت عليه أن ينضم إلى الأكاديمية، وسوف يتكفلون بجميع المصاريف اللازمة من أكل وشرب ومبيت ودراسة. لم يصدق كوجيرو الأمر واندهش من هذا العرض المغري الذي سيمكنه من تحقيق حلمه الذي لطالما راوده. ولكن الأمر ما فيه أن هناك شرط لقبول انضمامه، وهو الفوز بالبطولة الوطنية في ظل المنافسة الشديدة بينه وبين تسوباسا، الأمر الذي سيكون صعبا عليه. ويبدو أن كوجيرو لن يدع هذه الفرصة الذهبية تفلت من بين يديه. وفريق نانكاتسو بقيادة تسوباسا تجاوز عثرة المباراة الأولى واستطاع الفوز بالمباراة الثانية بنتيجة عريضة، وصلت ل9 أهداف مقابل 0 ليسحق فريق فوكوكا أوس. وبينما أعضاء الفريق يهنئون بعضهم البعض بهذا الفوز، حتى طلع عليهم فريق هانوا الذي يضم التوأم الماهرة في صفوفه، وسخرا من فريق نانكاتسو ولاعبيه وأخبروهم أن التأهل سيكون من نصيبهم رفقة فريق ميوا إلى الدور المقبل. دعوهم لمشاهدة مباراتهم ضد فريق شيمبارا، ومع بداية المباراة اتجه التوأمان صوب مرمى الخصم وسجلوا الهدف الأول، ثم بعدها انهالوا عليهم بالأهداف كالمطر. صارت النتيجة 7 أهداف مقابل 0. يبدو أن فريق هانوا فريق جيد، وستكون المهمة صعبة جدا عندما يواجههم تسوباسا وأصدقائه. وفي اليوم الموالي فاز فريق نانكاتسو بمباراتين على التوالي ليصبح رصيدهم من الفوز هو
ثلاث مباريات، والمباراة القادمة ستكون أمام فريق هانوا العنيد. لكن قبل ذلك نتوجه إلى مباراة قوية تجمع بين فريق كوجيرو ميوا وفريق هانوا بقيادة التوأمين، الفريقين اللذين لم يخسرا في هذه البطولة أي مباراة، وانتهت مباراتهم بالتعادل 5 أهداف لكل فريق. يبدو أن هناك شيئا يحاك وراء الكواليس لفريق نانكاتسو، الأمر الذي جعل مأمورية نانكاتسو صعبة جدا، فصار من الضروري فوز فريق نانكاتسو على فريق هانوا الذي فقط يحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل. وقبل المباراة اجتمع المدرب مع اللاعبين لمناقشة نقاط قوة فريق هانوا وكذلك نقاط ضعفهم، ونلاحظ أن فريق هانوا يعتمد على الأخوين التوأم لتسجيل الأهداف بينما يركون كل لاعبي الفريق في منطقة الدفاع. والحل الوحيد للفوز بهذه المباراة هي محاولة عرقلة الأخوين وعدم تمكينهم من المساحات وتفريقهم، والمدرب لديه خطة ناجعة لصد هجمات فريق هانوا. نادى المدرب على تسوباسا وميساكي وكلفهما بمهمة معينة، وهذا ما سنتعرف عليه أثناء المباراة. ثم أمضى الأولاد ليلة مرحة قبل خوض المباراة المهمة والحاسمة غدا. ثم نعود لمستكشفي المواهب الذين يحللون أداء اللاعبين خلال هذه البطولة ويذكرون سيرة الحارس وكباشي الذي منعته الإصابة من خوض أطوار هذه البطولة، إلا أنهما يعجبان بموهبته ومهارته، والإحصائية تقول أنه حارس بارع سيكون له مستقبل زاهر في حراسة المرمى. وتم كذلك مناقشة بعض لاعبي الوسط مثل تاكيشي وميساكي وميسوغي، إلا أن المستكشفان أصر على ضم تسوباسا وكوجيرو كمهاجمين في الأكاديمية. ها قد وصلنا إلى اليوم الثالث من البطولة الوطنية، وإلى الآن هذه هي الفرق التي تأهلت للدور الموالي، فريق فورانو وموساشي وميوا، جميع منافسي فريق نانكاتسو تأهلوا إلى النهائيات. والآن حال موعد المباراة الأخيرة، مباراة الحسم أمام الفريق العنيد هانوا. عج الملعب بالجماهير المتعطشة لهذا اللقاء الذي سيكون ملحمة كروية. أعطى مدرب نانكاتسو تعليماته الأخيرة للفريق، أكد على تسوباسا وميساكي الالتزام بالخطة. ثم دخل الفريقان إلى أرضية الميدان، ونانكاتسو يلعب بالخطة المعهودة بينما فريق هانوا يلعب بخطة دفاعية. تنطلق المباراة والكرة تبدأ مع فريق هانوا. صفر الحكم بداية اللقاء وانطلق التوأم تاشيبانا بسرعة نحو المرمى نانكاتسو، وبمهارة عالية تجاوز نصف لاعبي الفريق، إلا أن التوأم تفاجأ بوجود تسوباسا وميساكي في الدفاع، وكانت هذه هي خطة المدرب لإيقاف خطر التوأمين. وبالفعل كما كان متوقعا قطع ميساكي الكرة منهما وخطفها تسوباسا وقاد هجمة المرتدة، ثم أرسلها إلى إيزاوا الذي استقبلها بمهارة عالية وبدأ بالركض نحو مرمى الخصم، لكنه يتفاجأ بوجود دفاع حديدي لفريق هانوا. هنا تسوباسا صعد مسرعا من الدفاع إلى الهجوم وتبعه التوأمان ليمنعه من التسديد، وما إن وصل تسوباسا إلى منطقة الخصم حتى أرسل له زميله كرة خلفية سددها بقوة كبيرة، بوم، الهدف الأول في شباك هانوا. وواصلت تسوباسا تحطيم الأرقام القياسية حيث وصل رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا ليصبح هداف البطولة ومتجاوزا كوجيرو. استؤنفت المباراة وبدأ التوأم متحمسين لمراوعة تسوباسا وميساكي، وما إن انطلقا نحو منطقتهما حتى تم قطع الكرة بواسطة تسوباسا والصعود بالكرة، إلا أن فريق نانكاتسو وجد صعوبة في تسجيل الهدف الثاني بوجود دفاع متكتل أمام المرمى. مباراة مغلوقة تكتيكيا من جانب الفريقين. انتهت وقائع الشوط الأول بتقدم فريق نانكاتسو بهدف لصفر، فهل سنشهد تغييرات في صفوف الفريقين؟ صديقي قبل أن نكمل فجر زر اللايك تقديرا للمجهود الذي نبذله. وفي غرفة تبديل الملابس بدأ لاعبو فريق نانكاتسو فرحين بالأداء الذي قدموه في الشوط الأول، وأثنى المدرب على مجهوداتهم مؤكد على ضرورة الالتزام بالخطة المرسومة. وفي الجهة المقابلة بدأ لاعبو فريق هانوا قلقين من أحداث الشوط الثاني، لكن الأخوين التوأمين تاشيبانا أمرا اللاعبين بالتريث، فما زال في جعبتهم ورقة رابحة وهي حركة خاصة بالتوأمين قد تقلب المباراة لصالحهم. ومن المدرجات كان كوجيرو يشاهد المباراة واعترف بسر خطير لأصدقائه أثناء مباراتهم ضد فريق هانوا، تعمد أن يسمح لهم بالتعادل قصد إقصاء فريق نانكاتسو، وهذه حركة غير متوقعة من هذا الفتى. وهنا يظهر وكباشي وهو يستعد لخوض بعض التمارين من أجل أن يعود سريعا إلى فريقه ليخوض معهم النهائيات. أطلق الحكم صافرة البداية الكرة مع فريق نانكاتسو، يتوجه لاعبوه إلى منطقة فريق هانوا، لكن قائد هانوا قطع الكرة منهم وأرسلها إلى أحد التوأمين الذي وقف وسط الملعب وأمر شقيقه بالصعود إلى المرمى.
المرمى. اندهش الجميع من هذه الحركة، ماذا ينويان فعله؟ ثم أرسل الأخ كرة عالية فوق الجميع ومن المستحيل أن يقفز لها أي لاعب. فتوجه الأخ التوأم بسرعة نحو العارضة وصعد من خلالها إلى الأعلى تحت ذهول الجميع، فأرسل الكرة برأسه إلى شقيقي الذي كان يركض مسرعا نحوها، ثم سدد كرة لا تصد ولا ترد. بوم، هدف التعادل من فريق هنوى. حركة مفاجئة وخطيرة تسمى بتسديدة المثلث الخاصة بهما. وأثناء سقوط اللاعب على الأرض اصطدم بلاعب نانكاتسو نيشو الذي تعرض لإصابة خطيرة في ساقه وتم حمله خارج الملعب، وقام المدرب بإشراك ريو كبديل للاعب المصاب. أصبحت الأمور أكثر تشويقا وأكثر حماسا. أعطى الحكم صفارة البداية وتوجهت تسوباسا وميساكي إلى الهجوم. يبدو أن الخطة الأولى لم تعد تنفع مع فريق هانوا. نعود إلى الحارس وكباشي الذي يجري إحماءات بمفرده، ووصله خبر تعديل النتيجة، اندهش من ذلك. ثم نرجع إلى المباراة والكرة في حوزة تسوباسا الذي يصل إلى منطقة الخصم وسدد الكرة، لكنها ارتطمت بمدافعي هانوا ووصلت إلى لاعب آخر الذي أرسلها إلى الإخوة التوأم. هنا قرر إعادة نفس الحركة التي سجل بها الهدف الأول، لكن هذه المرة هناك اختلاف بسيط. الكرة بين أقدام عميد الفريق الذي يرسل كرة عالية إلى التوأم، اللذان توجها بسرعة إلى العارضة ومن خلالها صعدا إلى الأعلى معا، وبحركة بهلوانية على الطائر سدد أحدهما الكرة بقوة كبيرة اتجاه المرمى، إلا أن الحارس موريساكي تصدى لها بصعوبة وأبعدها بيده. لكن المضحك في الأمر هو أن ريو حاول تشتيت الكرة إلى الأمام، والمفاجأة أنه سجل هدفا في شباك فريقه. انصدم الكل مما حدث، وذكرني هذا الهدف بلاعب منتخب المغرب عزيز بوحدوس الذي سجل هدفا ضد مرمى في مونديال روسيا أمام منتخب إيران، هدفين مقابل واحد. والكل بدأ بمعاتبة ريو على سذاجته حتى تدخل ميساكي وأوقفهم ليزف لهم خبرا محزنا مفاده أنه سينتقل إلى مدينة أخرى بعد انتهاء هذه البطولة، ويريد بشدة الفوز بها والمغادرة كبطل. هنا تحمس جميع اللاعبين للفوز بهذه المباراة وإهداء اللقب لصديقهم ميساكي. لعبت الكرة واتجه فريق نانكاتسو لتسجيل هدف التعادل، لكن صلابة دفاع الخصم جعلتهم عاجزين على اختراقه. حاول كيسوغي التسديد من بعيد، لكن الحارس وقف سدا منيعا لتسديدته. لم يتبقى سوى 5 دقائق وتنتهي المباراة. هل سيدرك نانكاتسو التعادل؟ قطعت الكرة من إيزاوا وأرسلها قائد هانوا إلى التوأم، اللذين بدأ عازمين على إضافة الهدف الثالث. ومن حيث لم يحتسبوا خرج عليهم ريو وافتك الكرة من بينهما وانطلق بالكرة، وكلها عزم على إدراك التعادل، خصوصا أنه هو من تسبب في الهدف الثاني ضد فريقه. قام ريو بتسديد الكرة من مسافة بعيدة نحو الحارس الذي كان سيمسكها، إلا أن ميساكي تدخل في اللحظة المناسبة وغير مجرى الكرة لتدخل إلى الشباك. بوم، هدف التعادل لفريق نانكاتسو. تبقت 4 دقائق على نهاية المباراة والكرة بحوزة هانوا. انطلق التوأم تشيبانا نحو المرمى، لكنهما تفاجأ بالدفاع المكثف أمام المرمى، فبدأ بإرسال الكرة عبر ثنائيات فيما بينهما حتى تمكن من تجاوز بعض المدافعين. وبينما هما يمرران الكرة فيما بينهما قطع ميساكي عليهما الكرة وانطلق كالسهم إلى المرمى، سدد كرة قوية إلا أن الدفاع أبعدها إلى الركنية. لعبت الركنية لكن الحارس أبعدها فوصلت إلى رجل تسوباسا الذي سددها بقوة كبيرة إلى الشباك. وهنا تدخل التوأم تاشيبانا ومنعها من الدخول، وعاد كل لاعبي فريق هانوا إلى الدفاع، 11 لاعبا يحمون المرمى. إنه يسادى فريق أتلتيكو مدريد النسخة اليابانية. انتهى الوقت الأصلي للمباراة والحكم أضاف 1 دقيقة. الكل على أعصابه ولا أحد يمتلك فرصة للتسجيل. كنت أود أن أقف هنا، لكن يظهر لي أنك متشوق لمعرفة الأحداث، لهذا سأواصل من أجلك. لا تنسى اللايك. حتى ظن الجميع أن المباراة حسمت، وهنا خطرت في بال تسوباسا فكرة مجنونة وطلب من ميساكي أن يرسل له الكرة عاليا، فارتقى تسوباسا إلى السماء بنفس طريقة التوأم وبحركة بهلوانية على الطائر، سدد كرة قوية من المستحيل أن يتصدى لها أي حارس. بوم، الهدف الثالث لفريق نانكاتسو في الرمق الأخير. مباراة مجنونة.
وعلى وقع هذا الهدف صفر الحكم نهاية المباراة بتأهل فريق نانكاتسو إلى الدور الموالي. فرحة عارمة في صفوف الفريق، والفضل يعود لمجهودات تسوباسا وميساكي. وعلى وقع هذا التأهل اتصل وكباشي أو الحارس وليد بتسوباسا والأصدقاء ليهنئهم على تجاوز دور المجموعات، وأخبرهم أنه سيكون جاهزا لخوض المباراة النهائية إنهم تأهلوا لها. هذا الخبر أفرح الفريق بأكمله واشتعل حماسهم للمرور إلى المباراة النهائية، ولما لا الفوز باللقب. ها قد حل اليوم الأول من النهائيات، وجميع الفرق القوية اجتازت مباراتها الأولى. وإليكم الفرق المتأهلة إلى الدور الموالي من نهايات خروج المغلوب. أول فريق صعد هو فورانو بقيادة ماتسوياما ممثل مقاطعة هوكايدو، وتأهل أيضا ممثل طوكيو فريق موساشي بقيادة النجم ميسوغي الذي كان على دكة البدلاء، وكذلك ممثل محافظة سايتاما نادي ميوا بقيادة النجم كوجيرو أو بسام الذي تمكن من تسجيل هاتريك في شوط واحد ليتفوق على تسوباسا في صراع الهدافين. وفي المباراة الثالثة واجه تسوباسا وفريقه نانكاتسو خصما قويا غير متوقع بقيادة حارسهم الضخم ناكانيشي الذي لم يتلقى أي هدف طوال هذه البطولة، وصد جميع تسديدات تسوباسا الذي وقف حائرا أمام هذا العملاق الضخم. وبدأ الحارس يستفز تسوباسا ورفاقه ويتحداهم أن يسجلوا عليه. أرسل الحارس الضخم الكرة إلى الجهة الأخرى صوب أصدقائه، وفي غفلة من دفاع فريق نانكاتسو انقض مهاجم الخصم مازوي على الكرة وارتقى عاليا وبرأسية قوية اسكنها في الشباك. بوم، هدف لصفر. المهمة صارت صعبة امام تسوباسا وفريقه. وقف الحارس الضخم سدا منيعا لكل تسديدات فريق نانكاتسو. لم يعد هناك حل والوقت يمر. ارسل الحارس الكرة الى اصدقائه ليسجلوا الهدف الثاني، لكن ميساكي تدخل في الوقت المناسب وقطع الكرة وصعد بها الى الهجوم وهو يحلل طريقة لاعب الحارس، ثم اهتدى إلى فكرة ظن أنها صائبة وسدد الكرة إلى الأسفل بجانب العارضة حتى ظنها أنها هدف، لكن أتظن أن الوحش العملاق سيتركها تدخل؟ أنت مخطئ يا صديقي، ارتمى لها بكل رشاقة وبراعة. وفي لحظة ظن لاعب نانكاتسو أن التسجيل عليه مستحيل، تدخل هنا القائد تسوباسا ليطمئنهم أنه هو من سيسجل على كتلة الشحم هاته. لا يوجد حارس أفضل من وكباشي الذي سجلت عليه سابقا. أرسل الحارس الكرة إلى أصدقائه وبدأ بتوجيههم وإعطائهم الأوامر للاعب الكرة، لكن تسوباسا عاد إلى الخلف وأمر ريو بالتحرك إلى اليمين لقطع الكرة، وفعلا هذا ما حدث. الكرة صارت بحوزة ريو الذي أرسلها إلى كيسوغي فاستقبلها بمهارة عالية وأرسلها إلى تسوباسا. هنا بدأت الهجمة المنظمة وصعد كل من ميساكي وإيزاوا وكيسوغي معا، وأمر الحارس لاعبه بالركون إلى الخلف، لكن تسوباسا أرسل الكرة إلى إيزاوا واخترق دفاعات الخصم لتصله الكرة بين قدميه وصار وجها لوجه مع الحارس العملاق. هنا جاءت لحظة رد الدين، استجمع قوته وسدد كرة لا تصد ولا ترد، انبرى لها الحارس فأمسكها بكلتا يديه، لكن قوة هذه الكرة فاقت إمكانياته ودخلت إلى الشباك. بوم، هدف التعادل لفريق نانكاتسو من توقيع رائع تسوباسا. بعد الهدف استفاق فريق نانكاتسو من غيبوبته وظهرت فاعلية لاعبيه، وهنا انفراد صريح لتسوباسا أمام الحارس الضخم الذي خرج من مرماه وتوجه صوب تسوباسا ليحجب عليه زاوية التسديد. لكن المفاجأة أن تسوباسا مرر كرة خادعة إلى كيسوغي الذي وضعها في الشباك. بوم، الهدف الثاني. صارت النتيجة 2-1 وانتهى الشوط الأول على وقع هذا الهدف. وفي غرفة تبديل الملابس أثنى مدرب الفريق على اللاعبين وأمرهم بإكمال المباراة على نفس المنوال. وفي الجهة المقابلة بدأ أن الحارس الضخم كان مساء من استقبال هدفين في شوط واحد. وفي المدرجات كان كوجيرو يشاهد اللقاء وانبهر من مستوى فريق نانكاتسو الذي تطور مستواهم بعد الهزيمة التي تلقوها منهم. نعود إلى المباراة وبدأ الشوط الثاني وانهالت الهجمات على الحارس الضخم الذي كان عازما على تصدي لكل المحاولات. والأمر الملاحظ هو أن تسوباسا صار يشرك زملائه في كل الهجمات مما جعلهم يكتسبون ثقة
كبيرة، وهذا هو دور القائد داخل المجموعة. سجل نانكاتسو هدفين متتاليين على الحارس الذي فقد شغفه ولم يعد قادرا على هجمات تسوباسا الذي دمر مسيرته في هذه المباراة، والظاهر أنه ينوي على فعل شر كبير لتسوباسا. انطلق تسوباسا بالكرة نحو الحارس الذي خرج من مرماه متوجها نحوه، وكله عزم على كسر رجله اليمنى، لكن تسوباسا تفادى الضربة في اللحظة المناسبة وارتقى عاليا فسدد كرة لا تصد ولا ترد، دخلت الشباك. بوم، الهدف الخامس لصالح فريق نانكاتسو. انتهت المباراة على وقع هذا الهدف. يبدو أن فريق نانكاتسو صار المرشح الأبرز لنيل البطولة، مما أقلق باقي المنافسين. وإلى الدور الربع النهائي، حيث تأهل فريق ميوا بقيادة كوجيرو، وتأهل كذلك فريق فورانو الذي سحق منافسه بثلاثية، وتغلب فريق نانكاتسو على فريق شينغو بسباعية نظيفة، وكانت حصة الأسد منها لتسوباسا، وحجزوا لأنفسهم مقعدا رفقة الأربعة الكبار. ويبدو أن الفائز من مباراة موساشي وهيتاتشي هو الذي سيكون منافس فريق نانكاتسو، وموساشي يضم في صفوفه اللاعب الموهوب ميسوغي الذي يلقب بنبيل الملعب الشاب، الذي لم يلعب أي مباراة طيلة أطوار البطولة حتى ظنوا أنه مصاب، لكن ميسوغي يبدو أنه ينتظر مواجهة تسوباسا. بعد قليل سوف نعرف السبب الذي منع ميسوغي من المشاركة. وبدأ الصحفيون يستجوبون ميسوغي حول إمكانية لعبه، حتى أنه أخبرهم أنه من الممكن أن يلعب بشكل رسمي في مباراتهم ضد نانكاتسو. وفي رواق الملعب أكد المدرب عليه بالتريث وعدم خوض مباراة اليوم، سيكتفي به فقط في مقاعد البدلاء ضد فريق هيتاتشي القوي. وخلال المباراة حضرت تسوباسا وبعض أصدقائه لمشاهدة اللقاء، إلا أن مديرة فريق موساشي قدمت إلى تسوباسا وأخبرته بأمر خطير لم يكن يعرفه، وأن قائد الفريق ميسوغي مصاب بمرض القلب. إذا خسر المباراة أمام نانكاتسو قد يحدث له أمر ما، والأطباء منعوه من اللعب، لكنه أصر على اللعب، لهذا لم يلعب أي مباراة بعد. وهذا السر لم يكن يعلمه أحد سوى مديرة الفريق والمدرب. واستعطفت تسوباسا ليدعه يفوز بالمباراة، لكن جاء رد تسوباسا صاعقا للفتاة ورفض أن يمنحه الفوز رغم مرضه، وأخبرها أن الفوز بهذه المباراة هو جزء من حلمه ولن يتخلى عنه، وسيسافر إلى البرازيل ليكمل مسيرته هناك ويصير لاعبا محترفا رفقة المدرب روبرتو كما وعده من قبل. ونعود إلى المباراة التي تجمع حاليا فريق موساشي وهيتاتشي، حيث تشير النتيجة إلى تقدم فريق هيتاتشي بهدفين لواحد. هنا نهض ميسوغي وطلب من المدرب إشراكه فيما تبقى من الوقت لكي لا يخسر ويضيع حلم الفوز بالبطولة. بدأ أن المدرب متردد قليلا في هذه اللحظة لأنه يعلم بمرضه، لكن دخل ميسوغي بديلا تحت تشجيعات الجماهير وخصوصا تسوباسا. التقط الكرة ميسوغي وتوجه إلى مرمى الخصم وراوغ لاعبي فريق هيتاتشي بكل براعة وانسيابية، وبتسديدة جامدة بوم أحرز هدف التعادل. ثم لعبت الكرة مجددا وصعد ميسوغي وزملائه إلى الهجوم وقادوا هجمة منسقة بينهم، انتهت في شباك الخصم بهدف ثالث. بوم، تسديدة لا تصد ولا ترد من الموهوب ميساغي. انتهت المباراة على وقع هذا الهدف، وتأهل فريق موساشي إلى نصف النهائي ليواجه فريق نانكاتسو وقائده تسوباسا. ثم ننتقل إلى مدرب فريق ميوا الذي يخطط لشيء قبل مباراته أمام فريق فورانو، وقام باستدعاء أحدهم ليلعب المباراة القادمة مع فريقه. فمن هو هذا الشخص الغامض الذي يبدو أنه قطعة مهمة في الفريق؟ وصلت مستكشفة المواهب لمشاهدة المباراة الأولى من نصف النهائي التي تجمع بين فريق فورانو ضد فريق ميوا بقيادة كوجيرو. دخل اللاعبون إلى أرضية الميدان وظهر على وجه كوجيرو الحزم والعزم على الفوز ولا شيء غيره. أعطى الحكم صفارة البداية، اندفع تاكيشي إلى الأمام بسرعة ومرر الكرة إلى كوجيرو الذي استقبلها بصدره وبدأ بالركض نحو مرمى الخصم لتسجيل أولى الأهداف، إلا أن المتألق ماتسوياما هيكارو توجه نحوه ليغلق عليه كل المنافذ ومنعه من التحرك، وبالفعل عرقل ماتسوياما كوجيرو ومنعه من المرور. ثم انطلق لاعب فورانو صوب قائدهم لمساعدته، إلا أن كوجيرو انتبه للأمر، وفي غفلة من ماتسوياما حاول كوجيرو تمرير الكرة إلى تاكيشي، إلا أن ماتسوياما كان أذكى منه وتوقع حركته، ثم خطف الكرة وتوجه صوب المرمى وأرسل الكرة إلى صديقه ليقود هجمة مرتدة. كوجيرو أفاق من واقع الصدمة وانطلق كالسهم صوب لاعب الخصم وافتك الكرة منه وقاد هجمة مضادة، فراوغ لاعبي فريق فورانو واضعا حلم البطولة نصب عينيه، استعد
للتسديد وأرسل كرة لا تصد ولا ترد صوب الحارس لتستقر في الشباك. بوم، الهدف الأول لصالح ميوا من توقيع السفاح كوجيرو ليصل رصيده من الأهداف إلى 25 هدفا بالتساوي مع تسوباسا. وفي لحظة إحباط من فريق فورانو جاء إليهم القائد ماتسوياما وحمسهم لإكمال المباراة، وما زال لدينا الوقت الكافي للفوز بذلك حسب قوله. بدأ فريق فورانو بالتحرك جماعيا، وهنا نعرف أن فريق فورانو يقع في منطقة تشتهر بنزول الثلوج بكثرة، ورغم هذا الجو فإنهم يتدربون بشكل مكثف ولياقتهم البدنية عالية جدا. بعدها وصلت الكرة إلى ماتسوياما الذي انسل من اللاعبين وبقي وجها لوجه مع الحارس. وفي لحظة التسديد تفاجأ بكوجيرو يأتي من الخلف ويعرقله مباشرة فيصيبه في ساقه. هنا أعلن الحكم عن ركلة جزاء لفورانو، وبعدها نكتشف أن ماتسوياما تعمد تلك الحركة ليوقع بكوجيرو في المحظور، حركة ذكية جعلت من كوجيرو ينال البطاقة الصفراء الأولى له. سدد ماتسوياما ركلة الجزاء بنجاح وأحرز هدف التعادل لفريقه. بقيت النتيجة على حالها حتى صفر الحكم نهاية الشوط الأول. وفي غرفة تبديل الملابس بدأ أن كوجيرو مساء من النتيجة، وأعطى المدرب تعليماته لتاكيشي ليلعب دور صانع الألعاب ويخفف العبء على كوجيرو قليلا. وهنا سأعود بكم بفلاش باك إلى الوراء يحكي لنا قصة تاكيشي وكيف تعرف على كوجيرو. وللعلم فتاكيشي هو أصغر لاعب في هذه البطولة، ويقول: عندما كنت في الصف الثالث الربيع الماضي تعرفت على كوجيرو، عندها كنت أداعب الكرة وأنا متحمس لخوض اختبارات الأداء في مدرسة ميوا. فجأة خطف أحدهم الكرة مني وهرب مسرعا لأكتشف أنه كوجيرو، فأخبرني: إذا كنت سألعب بهذا التراخي فمن الأفضل أن أنسحب حالا ولا أخوض الاختبارات، عندما تقف في الملعب سيكون الكل عدوك، لهذا يجب أن تكون مستعدا. ثم أعاد لكوجيرو الكرة ولم أكن أعرف من هو هذا الشخص الغامض. وفي يوم الاختبارات تم منعي من الدخول إلى الملعب بحكم صغر سني، ثم تدخل كوجيرو وأدخلني إلى الاختبارات وتفاجأت بوجوده. والفضل بعد الله يعود لكوجيرو الذي بسببه تم اختياري رغم صغر سني. وهذا التاكيشي ذكرني بموهبة برشلونة لامين يامال. بعدها بدأ المدرب بتدريبي جيدا، وعندما علمت الظروف التي يمر بها كوجيرو زاد احترامي وتقديري له، وقطعت وعدا على نفسي بأن أساهم في تتويج ميوا بلقب البطولة الوطنية. ثم نعود إلى المباراة، وبدأ الشوط الثاني فتوجه كوجيرو نحو فريق فورانو واعترض الكرة وقطعها، ثم توجه مسرعا إلى المرمى وتدخل ماتسوياما واعترض طريق الكرة واحتك به وحاول قطع الكرة منه، لكن اللاعبان لم يفهما ما حدث، أخذت الكرة منهما بسرعة. إنه تاكيشي الذي أخذها وانطلق كالسهم نحو الهجوم وأعطى إشارة إلى كوجيرو لينطلق إلى الأمام، وهذا ما كان. أرسل تاكيشي كرة عالية ارتقى لها ماتسوياما، لكن الإصابة منعته من الوصول لها لتذهب إلى كوجيرو مباشرة وبتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. بوم، أسكنها في الشباك، الهدف الثاني لصالح فريق ميوا. لم يتبقى سوى 5 دقائق على نهاية المباراة، والفريقان يبذلان كل ما في وسعهما لإدراك التعادل أو الحفاظ على نتيجة التقدم. والظاهر أن كوجيرو بدأ يتأثر بدنيا بسبب تراكم المباريات والمجهود الكبير الذي يقوم به، وكذلك ماتسوياما الذي يتحمل ألم الإصابة ويكمل المباراة. استلم الكرة ماتسوياما من زميله وانطلق بها، إلا أن مدافع ميوا عرقله وأسقطه أرضا وتحصل على بطاقة صفراء. وعلى ما يبدو أن ماتسوياما أثرت عليه الإصابة الأولى، والألم يزداد وهو يرفض الاستسلام ويتذكر التدريبات المكثفة التي كان يقضي فيها ساعات طوال ليعتاد جسده على التحمل. فنهض وتحمس لإكمال المباراة، وكذلك كل أعضاء فريقه كانوا متحمسين للفوز بها. ويبدو أن الحمى تؤثر بشكل كبير على كوجيرو الذي يتحمل فوق طاقته. نفذ ماتسوياما ضربة الخطأ وأرسل الكرة إلى زميله الذي أعادها إلى اللاعب المتأخر فسددها بقوة حتى ظن الجميع أنها دخلت إلى الشباك. هنا يظهر كوجيرو ويوقف الكرة، لكن الكرة رجعت إلى ماتسوياما الذي بدا عازما على تسديدها، إلا أن تاكيشي انطلق نحو الكرة كذلك. أيهما سيكون الأسرع؟ ماتسوياما بالفعل هو من سدد الكرة. بوم، هدف التعادل لفريق فورانو، وفرحة عارمة لباقي اللاعبين. وخلال هذا اللقاء نعود إلى الفتى الذي استدعاه مدرب فريق ميوا، نراه يشاهد المباراة من المدرجات. فمن يكون وما هو دوره داخل الفريق؟ هذا الهدف أغضب كوجيرو كثيرا ويستحيل أن يخسر المباراة. انطلق بسرعة نحو ماتسوياما ليقطع عليه الكرة،
لكن هذا الأخير تجاوزه وأرسل كرة عالية إلى المرمى نحو زميله أودا، قام بتسديدها فإذا بها تصطدم بيد لاعب ميوا ليتحصل فورانو على ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة. ما الذي يحدث؟ انصدم كوجيرو من القرار وبدت علامات الحسرة تعلو وجهه وكأن كل شيء بناه ضاع واندثر. تقدم ماتسوياما لتسديد ضربة الجزاء وهو يحمل على عاتقه مصير فريقه. حلت لحظة صمت رهيب في المدرجات، فهل سيخسر فريق ميوا ويتبخر حلم البطولة؟ وعندما أراد الحكم إعطاء الأمر لتنفيذ ركلة الجزاء أوقفه ذلك الشخص الغريب الذي نادى عليه مدرب ميوا وطلب من الحكم إجراء تغيير للحارس. وهنا نعرف أن هذا الفتى يدعى واكاشيمازو وهو الحارس الأساسي والرسمي لفريق ميوا. تفاجأ اللاعبون من قدومه لأنه تعرض لحادث سير قبل أشهر، لكنه تعالج وصار قادرا على خوض المباريات. فرح كوجيرو وكل أعضاء الفريق، يبدو أن الأمور لم تحسن بعد. وأثناء دخول الحارس همس لكوجيرو أنه سيمسك هذه الكرة ويرسلها له لتسجيل هدف الفوز. ما هذه الثقة الكبيرة لدى هذا الحارس؟ تقدم ماتسوياما إلى الكرة وسددها بكل قوة، بوم، لكن الحارس وكاشيمازو انبرى لها بنجاح تحت صدمة ماتسوياما. لا يمكن، الهدف يضيع في اللحظات الأخيرة. فأرسل الحارس الكرة إلى كوجيرو الذي انطلق كالسهم نحو مرمى الخصم. إنها الفرصة الأخيرة، فرصة العمر للتأهل إلى المباراة النهائية. بدأ كوجيرو يجري بكل ما أوتي من قوة واقترب من الحارس واستعد للتسديد، إلا أن مدافعين من فريق فورانو اعترضا طريقه، لكنه سدد كرة لا تصد ولا ترد تحمل في طياتها معاناة وألم كثير. بوم، هدف الفوز في الثانية الأخيرة لفريق ميوا، يحرزه كوجيرو النمر في شباك فورانو. هنا صفر الحكم نهاية المقابلة على وقع هذا الهدف. صدمة قوية، ما الذي حدث؟ بدت الحسرة بادية على وجه ماتسوياما وأصدقائه، والفضل في هذا الفوز يعود للحارس وكاشيمازو الذي تصدى لركلة الجزاء وأعطى أسيست رائع لكوجيرو. إذن تأهل فريق ميوا إلى النهائي ليواجه الفائز من المباراة الأخرى. وها قد حانت المواجهة الأقوى والأصعب في هذه البطولة، تسوباسا في مواجهة ميسوغي. من هما سيمر إلى الدور النهائي ليقابل كوجيرو وزملائه؟ قد حانت اللحظة التي سيتواجه فيها فريق نانكاتسو بقيادة النجم تسوباسا أو الكابتن ماجد ضد فريق موساشي بقيادة الموهوب ميسوغي. مباراة قوية ونارية، المتأهل فيها سيقابل فريق ميوا بقيادة كوجيرو أو بسام. ها قد دخل الفريقان إلى أرضية الملعب أمام حشد من الجماهير المتحمسة لهذا اللقاء. أعطى الحكم صفارة البداية والكرة بحوزة ميسوغي الذي مررها إلى زميله سانو، فأرسلها إلى الجناح هونما وركض ميسوغي إلى الأمام. وها هو هونما يرسل كرة عالية إلى ميسوغي، حاول ريو إيقافه وأغلق عليه المنافذ ومنعه من التسديد، إلا أن ساندا لاعب فريق موساشي أفلت من الرقابة وضرب الكرة برأسية قوية نحو الشباك. هنا تدخل الحارس وتصدى لها بنجاح. كاد فريق موساشي أن يحرز هدف التقدم في الدقائق الأولى. تفاجأت سوباسا بمهارة ميسوغي وطريقة ضبطه لإيقاع المباراة. أعطى الحارس موريسكي الكرة إلى ميساكي الذي انطلق بها مسرعا وراوغ الأول والثاني والثالث، لكنه لاحظ شيئا مختلفا في فريق موساشي وهو الضغط الذي يمارسه لاعبوه عليه، فأرسل الكرة إلى تاكي الذي بدوره أرسلها عاليا في اتجاه تسوباسا الذي ارتمى لها وحاول تسديدها، لكن في اللحظة الأخيرة اعترضها ميسوغي وقطع الكرة عليه، ثم توجه مسرعا إلى الأمام وهو يتحدث تسوباسا علنا. تبعه هذا الأخير فحاول الدفاع إيقافه، إلا أن ميسوغي تجاوزهم، انبر له تسوباسا ليفتك الكرة منه، لكنه قفز بالكرة وتجاوزه واستعد للتسديد، لكن تسوباسا كان الأسرع واعترض الكرة ومنعه من التسديد لتطير الكرة عاليا. لعبت الكرة وهي بحوزة ميساكي الذي يبحث عن من يمررها له. فجأة خطف ميسوغي الكرة منه ومررها لزميله إيشينوزي الذي سددها بقوة لترتطم بالعارضة.
كاد الهدف الأول أن يدخل شباك نانكاتسو لولا العارضة. وفي المدرجات حضر والدا اللاعب ميسوغي لمشاهدته رغم تخوف والدته عليه جراء المرض الذي يعاني منه. ونعود لميسوغي الذي انطلق بالكرة مسرعا وتسوباسا تبعه من الخلف. ميسوغي فضل الاحتفاظ بالكرة ومراوغة تسوباسا بدل التمرير إلى أحد زملائه، وبالفعل نجحت تسوباسا بافتكاك الكرة منه، لكن في نفس اللحظة أحس ميسوغي بألم كبير في قلبه. انطلق فريق نانكاتسو في هجمة مرتدة، لكن يبدو أن تسوباسا لم يلحق تمريرة زميله وبدأ أنه مشوش البال. لاحظ ميسوغي الأمر وعلم أن تسوباسا يعرف مرضه ويحاول أن يشفق عليه، إلا أنه سلم الكرة وانطلق بها نحو المرمى متجاهلا حالته الصحية. اندفع ثلاثة لاعبين من نانكاتسو لإيقافه بدون فائدة. ميسوغي يراوغهم ويقفز عاليا ثم سدد كرة لا تصد ولا ترد، بوم، الهدف الأول في شباك نانكاتسو من توقيع الموهوب ميسوغي. لم يخف تسوباسا إعجابه بهدف ميسوغي وتحمس أكثر لتسجيل هدف التعادل. استؤنفت المباراة وبدت تسوباسا عازما على تسجيل التعادل. انطلق ميساكي بالكرة وراوغ لاعبي الخصم ثم أرسل كرة هوائية إلى تسوباسا الذي تفاجأ بميسوغي يقطع عليه الكرة ويرسلها إلى أصدقائه في الأمام، لكن الكرة لم تصل فقد قطعها لاعب نانكاتسو إيزاوا وقاد هجمة مرتدة. فأرسل الكرة إلى تاكي الذي بدوره مررها إلى ميساكي. هنا لمح ميساكي تسوباسا مراقب من لاعبين اثنين يشلان حركته، فأرسل الكرة إلى كيسوغي الذي غير اتجاهها وفاجأ الجميع. ثم انطلقت تسوباسا مسرعا وانفلت من رقابة المدافعين وبمقصية هوائية رائعة، بوم، سجل هدف التعادل. الحارس لم يحرك ساكنا وبقي واقفا، فرحة عارمة لتسوباسا وأصدقائه، وزاد إعجاب روبرتو بتسوباسا وطريقة لعبه. ميسوغي جمع لاعبيه وحفزهم على الاستمرار، ثم تمركز لاعبو فريق نانكاتسو في الدفاع وصعد فريق موساشي للهجوم. الكرة بحوزة ناكاجيما الذي يمررها إلى ميسوغي الذي ما إن استلم الكرة حتى وجد تسوباسا واقفا أمامه طالبا تحديه، لكن ميسوغي فاجأه بسؤال جعل تسوباسا يرتبك. هنا علم ميسوغي وتأكد أن تسوباسا على علم بمرضه، فمرر كرة عالية إلى منطقة الجزاء وارتقى لها لاعبين اثنين، لكن الكرة عادت إلى أحضان الحارس موريساكي. هنا بدأ فريق موساشي بتطبيق خطتهم المعتادة. انطلق ميساكي بالكرة ومررها إلى تسوباسا الذي ظن أنه أفلت من رقابة الدفاع واستلم الكرة على الطائر ووضعها في الشباك، بوم، الهدف الثاني لنانكاتسو. لكن ما لم يكن متوقعا ولم يكن في الحسبان، تسوباسا كان متسللا، ألغي الهدف بداعي التسلل، وكانت هذه هي خطة ميسوغي وزملائه. وهنا نعني بالتسلل، حسب قوانين الفيفا أن اللاعب يكون في منطقة الخصم فيتسلم الكرة من زميله، لكنه يكون وحيدا دون وجود لاعبي الخصم معه في نفس الخط دون أخذ الحارس بعين الاعتبار. اندهش روبرتو من الأمر وصار الوضع صعبا على تسوباسا الذي يقع في الفخ للمرة الثانية. بينما فريق نانكاتسو مرتبكين مع حالة التسلل، استغل ميسوغي الفرصة وقاد هجمة منظمة، إلا أن الحارس موريساكي أوقفها وأبعد الكرة. ميسوغي كان في المكان المناسب، وهنا جاءت لحظة رد الدين لتسوباسا. ارتقى ميسوغي عاليا وبمقصية بهلوانية قوية لا تصد ولا ترد، بوم، الهدف الثاني لصالح فريق موساشي. يبدو أن المهمة أصبحت صعبة على تسوباسا ورفاقه. صفر الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم موساشي بواقع هدفين لواحد. وفي غرفة تبديل الملابس أثنى مدرب فريق موساشي على لاعبيه وأمرهم بالصمود والمواصلة على هذا النهج. وهنا ميسوغي طلب من مديرات الفريق أن يتحدث معها على الانفراد. وفي الجهة الأخرى كان مدرب فريق نانكاتسو يعطي تعليماته للاعبين ويحثهم على اللعب الجماعي الذي هو مفتاح الفوز. ولاحظ المدرب أن تسوباسا متوتر بسبب ما حصل، وعلى ما يبدو أن ثقة تسوباسا بنفسه تزعزعت عندما شاهد ميسوغي وتحركاته داخل الملعب رغم إصابته بمرض في القلب. ونعود إلى ميسوغي الذي كان واقفا مع مديرة الفريق على الانفراد، ثم صفعها على خدها صفعة قوية حتى احمرت وجنتها جراء الضربة، وعاتبها على إخبارها لتسوباسا بمرضه. تأسفت منه مديرة الفريق وغادرت والدموع تملأ عينيها. أعطى الحكم صفارة البداية وانطلق الشوط الثاني والكرة بحوزة فريق نانكاتسو الذي يبدو على وجوههم الانزعاج، والظاهر أن نفسية تسوباسا تغيرت بعد تلك الأحداث لدرجة أنه لم يستطع التحكم في الكرة وانفلتت منه لتذهب إلى فريق موساشي الذي توجه لاعبه إلى الهجوم. لكن ميساكي
كان اللاعب البارز حتى الآن واستطاع قطع الكرة. وفي لحظة تأمل من ميسوغي استنتج أن ميساكي هو مفتاح اللعب في فريق ناينكاتسو. وبعدها تلبدت السماء بالغمام وبدأت الأمطار تهطل. مرر ميساكي الكرة إلى تسوباسا الذي تسمر في مكانه وأعادها إليه. تسوباسا في هذه اللحظة أدرك أن ميسوغي أفضل منه وسقط على ركبتيه معلنا استسلامه وانهزامه. وفي نفس اللحظة سجل فريق موساشي الهدف الثالث. ووسط كل هذا خيم الهدوء على الملعب والكل أحبط. هل هي نهاية رحلة تسوباسا وفريقه؟ هنا تدخل ميسوغي وخاطب لاعبي فريق نانكاتسو بنبرة حادة. أهذا هو مستواكم؟ هذه هي عزيمتكم؟ أنتم جبناء ولا تستطيعون إكمال المباراة. فريق ضعيف لا يشرفني أن أواجهه. ومن المدرجات نادى وكباشي على تسوباسا وأمره أن لا يستسلم ويحبط. هل ستدع مجهودات أصدقائك تضيع سدى؟ وأخبره كذلك أنه تكبد على السفر لمشاهدة هذه المباراة وخوض النهائي مع المجموعة. ومن جانب الملعب نهض المدرب روبرتو هو كذلك وحفز تسوباسا بقوله إن المباراة ما تزال مستمرة، انهض قاتل واستمر. أذكره وكباشي بالوعد الذي قطعه معه قبل بداية البطولة وهو رد الاعتبار إلى كوجيرو وهزيمته في المباراة النهائية. تسلم تسوباسا الكرة من زميله ونهض من على الأرض وتأسف لأصدقائه لأنه خذلهم في الشوط الأول ووعدهم بأن يسجل هدفي التعادل ولا مجال للاستسلام. صفر الحكم وانطلق تسوباسا بكل عزم وإصرار، راوغ اللاعب الأول والثاني والثالث. رغم أن أرضية الملعب مبتلة بالماء إلا أنه لم يتأثر بذلك. ثم أرسل الكرة إلى ميساكي الذي استقبلها ببراعة وانطلق بها نحو الأمام. وهنا تسوباسا اخترق دفاع الخصم واستلم الكرة من زميله، لكن الحارس تازاوا وميسوغي يعترضان طريقة تسوباسا. انطلق ميسوغي نحوه وجها لوجه، حاول تسوباسا مراوغته والمرور لكن ميسوغي قطع عليه الكرة حتى ظن أنه نجح في ذلك. فإذا بتسوباسا يفاجئه بحركة هوائية وانتزع الكرة منه بكعبه وطارت عاليا. وقفز لها تسوباسا وضربها برأسية قوية بوم، لكنها ارتطمت بالعارضة وذهبت بعيدا. لكن تدخل لاعب نانكاتسو أورابي وحصل عليها مجددا. وفي نفس اللحظة أمر ميسوغي زملائه بتنفيذ خطة التسلل وهذا ما كان. بقيت تسوباسا متسللا إلا أنه فطن للأمر ورجع بسرعة على نفس خط اللاعبين. أوقف ميسوغي زميله أورابي من التمرير ونجحت تسوباسا في كسر مصيدة التسلل. أرسل ميسوغي تمريرة متقنة إلى تسوباسا وبحركة نصف هوائية بوم استقر الكرة في الشباك. الهدف الثاني لفريق نانكاتسو والنتيجة 2-1. صحوة رائعة للفريق وفرحة عارمة. وعلى ما يبدو أن ميسوغي قد تجاوز الحد المسموح له به في اللعب وقد يتضطر المدرب إلى إجراء تغيير. استؤنفت المباراة وانطلق ميسوغي نحو الأمام بالكرة وكله عزم على هزيمة نانكاتسو. وفي لحظة ما أحس ميسوغي بألم في قلبه ومرر الكرة إلى زميله. ثم نترك هذه المباراة ونذهب إلى المستشفى حيث يرقد كوجيرو ويبدو أن حالته غير مستقرة والحمى تؤثر عليه مما أقلق زملائه ومدربه. ونعود إلى المباراة حيث الأمطار تهطل بغزارة مما جعل تمرير الكرة أصعب مما كان عليه. ثم بدأت قوى ميسوغي تنهار بسبب المرض وقلت سرعته وتباطأت حركاته، لكنه مع ذلك استلم الكرة وانطلق نحو الأمام وراوغ لاعبي نانكاتسو. لكنه تفاجأ بتسوباسا يعترض طريقه واحتكت قدمهما معا، لكن تسوباسا هو من انتزع الكرة وقاد هجمة مرتدة. وكان الملعب ممتلئا بالماء. ثم اهتدى تسوباسا إلى فكرة جنونية، ركل الكرة إلى الأمام ثم تزحلق في الماء نحوها متفوقا على المدافعين. ومن زاوية أرضية سدد كرة لا تصد ولا ترد بوم، الهدف الثالث في شباك موساشي. والنتيجة تحيل إلى 3 أهداف لكل لفريق. وخلال هذه الفرحة لمحت تسوباسا ميسوغي ساقطا على الأرض واضعا يده على صدره. الجميع ظن أنه قد أصيب، حتى المدرب أراد إجراء تغيير ليدخل زميله في مكانه، لأن ميسوغي رفض الخروج وأخبر أصدقائه بالسر الذي كان يخفيه عليهم وهو إصابته بمرض القلب. بقيت 7 دقائق على نهاية المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل وما زال ميسوغي يعاني من الألم. استؤنفت المباراة والكرة بحوزة فريق موساشي.
تدخلت سوباسا وقطع الكرة منهم وتوجه صوب الأمام ليجد ميسوغي أمامه ينتظره. تجاوزه تسوباسا بسهولة وميسوغي لم يحرك ساكنا. أعطت سوباسا لزميله كيسوغي كرة خلفية وعند محاولته تسديدها تفاجأ بدفاع ميسوشي يقطع عليه الكرة وتدخل المدافع ساندا وقطع الكرة لتطير عاليا إلى إيزاوا الذي يسددها بقوة، لكن الحارس يتصدى لها ويبعدها لتصل إلى زميله هولما. وهنا ميسوغي نادى عليه وطلب منه تمرير الكرة، وبالفعل هذا مكان حصل على الكرة وتقدم إلى الهجوم بسرعة. وفي غمرات نفسه يشعر بألم فظيع وقلبه واه، لكنه لم يبالي بكل هذه المعيقات وراوغ دفاع نانكاتسو. ثم جاءت زحلقة من ميساكي نحوه لكنه تفادها ببراعة وقفز عاليا وأكمل الهجمة. وتدخل المدافع الضخم تاكاسوغي وحاول الاحتكاك معه، وبالفعل نجح في عرقلته، لكن مهارة ميسوغي مكنته من الاحتفاظ بالكرة وإسقاط المدافع أرضا. جاءت سوباسا مسرعا ليخطف الكرة منه لكنه اصطدم بميسوغي ساقطا على الأرض. وفي لحظة ما أحس ميسوغي بألم رهيب في قلبه جعله عاجزا عن النهوض، إلا أنه قاوم وارتقى عاليا وسدد كرة لا تصد ولا ترد. بوم، الهدف الرابع من توقيع ميسوغي. لم يتبقى سوى دقيقتين على نهاية المباراة وتسوباسا وزملاؤه متأخرين بهدف. نقف عند هذا الحد، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وفجر زر اللايك لتصلك باقي الحلقات.